مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم خلال شاشة قناة الكارما، برحب بيكم وموعدنا بيتجدد ولقاء جديد من برنامج أنا مش كافر. حلقة النهاردة تحت عنوان استراتيجية الحروب والغزوات في الإسلام. بداية الحلقة بحب أقول لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا اللي كان بالأمس بيحتفلوا بعيد الشكر، أو للجميع كل سنة وانتم طيبين. وأعظم حاجة نقدر نقولها في عيد الشكر إن احنا بنشكر الرب لأجل عطية العطايا شخص الرب يسوع المسيح اللي ليه وحده كل المجد والإكرام والإجلال، ليه لوحده كل السجود والحمد والتسبيح لأجل محبته اللي هو بنفسه وبذاته قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. يسوع المسيح يستحق أن يشكر، يسوع المسيح يستحق أن نتعبد له ونسبح ونهتف ونعلي كل أناشيد الهتاف له، لأنه أعطانا نفسه بذل نفسه لأجلنا على الصليب. بداية الحلقة بحب أرحب أختنا لونا، برحب بيك أخت لونا. ليك لحضرتك أخي الحبيب أندرو ولكل الأحباء المشاهدين. كل سنة وانت طيبة أخت لونا. لحضرتك بالصحة والسلامة وجميع المشاهدين الأحباء. ربنا يباركك. زي ما قلنا موضوع حلقتنا النهاردة استراتيجية الحروب والغزوات في الإسلام. لكن في بداية الحلقة خلونا نكون بنرفع قلوبنا ونصلي طالبين وجه الرب. خلونا نصلي، ما زلنا متوقفين في عدة طلبات في الصلاة، نصلي لأجل منطقتنا الشرق الأوسط. نشكر الرب لأجل النهاردة عدى بخير وبهدوء وبسلام في مصر، لكن خلونا نواصل الصلاة لأجل الغد وبصفة خاصة وقت محاكمة مبارك. خلال الأسبوع خلال الوقت اللي جاي مصر يعني محتاجة جدا وبشدة صلاة. خلونا نصلي لأجل إخواتنا الأحباء في سوريا، شعب سوريا البلد اللي نفسنا أنها تنعم بالسلام والاستقرار. خلونا نصلي لأجل العراق وكل شعب العراق من الشمال للجنوب، سواء كانوا أقراض أو أيزيديين أو مسيحيين أو شيعة أو سنة أو أيا كان طائفة أخرى. خلونا نصلي لأجل السلام يغمر كل شعب العراق، لأجل سوريا، لأجل العراق، لأجل ليبيا، لأجل اليمن، لأجل كل منطقتنا العربية من المحيط إلى الخليج. الحقيقة ما زلنا نقول أنه العالم العربي يفتقد إلى السلام الحقيقي، والسلام الحقيقي مش تطبيق شريعة معينة. إحنا شايفين نتاج الشريعة وشايفين الممارسات قدام عينينا، مش محتاجين نوصف ولا محتاجين نحط صور ولا مناظر، الكل بيشاهد وبيتابع. فنتاج الشريعة الأرضية الدم وسفك الدم، لكن نتاج الطريق السماوي المحبة والسلام. عشان كده دايما بقول أن الاحتياج الحقيقي لمنطقتنا في الشرق الأوسط هو سلام يسوع ومحبة يسوع ونور الإنجيل. أطلب من أخت لونا أنها تصلي، صلي لأجل وقت الحلقة، صلي لأجل أحضراتكم المشاهدين، لأجل فريق العمل، رسالة القناة، الاحتياجات الكبيرة اللي بتواجه القناة في استمرار رسالتها. تفضلي أخت لونا. مين؟ أبانا القدوس الحنان، ما أعظم اسمك في كل الأرض. نبارك اسمك يا رب ونعظم شخصك ونتضع أمام جلالك في هذا الصباح. وفي تذكار عيد الشكر يا رب بنشكرك من عمق قلوبنا يا رب لأنك افتقدتنا بمراحمك وصنعت لنا فداء أبديا ينعم به كل من يقبل صنيعك ومعروفك في تدبير فدائك العظيم لتطهيرنا من خطايانا. بنطلب من جلالك يا رب في هذا الصباح إنك تفتقد بمراحمك كل إنسان لم يلتقي بك لقاء شخصيا بعد. افتح كل العيون لتراك يا رب، بخاصة في بلدنا الجريحة وكل بلد متمرر من جراء أعمال الشر اللي ملهاش أي علاقة بتعليمك ولا مشاعرك ولا مقاصدك تجاه خليقتك، لأنك فقط تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
افتقد يا رب بزيارة نعمة خاصة كل منطقة الشرق الأوسط، شعوبها وحكامها. وجههم يا رب يطلبوا قيادتك أنت، ويختبروا قوة وصلاح مشورتك عشان ينعموا بسلام حقيقي في كل المنطقة. ارفع عيون بلادنا عليك يا رب، فكل الذين نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخزى. اذكر يا رب في مراحمك اخوتنا اللي مقبوض عليهم واللي العالم ابغضهم ظلما من اجل اسمك. شدد يقينهم وثقتهم فيك يا رب، واستخدم ظروفهم لاصطياد نفوس بعيدة لشبكة نعمتك. اطلقهم يا رب بسلام من فخيخ الشر. اذكر ايضا يا رب خدمة القناة. اذكر يا رب فريق العمل وراء الكاميرات وعلى التليفونات وعلى كل الاجهزة. اي حوارات اخوي انجو ضعفي بقيادة خاصة منك في هذه الحلقة يا رب. وادي نعمة لكل مشاهد ألا ينصرف من أمام هذه الحلقة فارغا، بل حقق مقاصدك يا رب في كل النفوس الغالية على قلبك، ولتأتي هذه الحلقة بالثمر المتكاثر لحساب مجدك. في اسم يسوعنا الحبيب نصلي، ولك كل المجد. أمين. 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 بنعمة الرب خلال ساعة وأكثر هيكون موضوع حلقتنا النهاردة حوالين العنوان اللي طرحته، استراتيجية الحروب والغزوات في الإسلام. ما بعد هذا التوقيت نقدر نستقبل أي سؤال منك، لكن أرجو أن يكون كل الأسئلة والمشاركات في مضمون موضوع اليوم. تقدر تتصل بينا، التليفون موجود على الشاشة، أو تترك رسالتك وهم يبلغونا بنعمة الرب، أو تكتب عبر الفيسبوك، أو أي عبر الإيميل. لو كنت تحب أنك مزيد من الإضافة أو المعرفة، تقدر تتابعنا وتترك تليفونك وإحنا نتواصل معك بعد الحلقة. قبل ما اطرح سؤالي الاول على الاخت لونا، وقع بين ايديا كتاب اسمه الاسلام بين التشدد البدوي والتسامح الزراعي للاستاذ هشام حتاتة. بيقول في الاستاذ هشام في الكتاب بيقول كده: السيف هو رمز لانتاج الصحراء. وبيقول ايضا: امير القبيله يجب ان يكون وهاب نهاب، وهاب نهاب، يهب وينهب، ياخذ ما يريد وقتما يريد، وأن يعطي لمن يريد وقتما يريد. بهذا الفكر تكون الوجدان البدوي الذي هو نتاج بيئة بدوية صحراوية أصلت فيه العنف وحق الاعتداء على الآخر أو على الغير. في النهار يعمل الرجل في الصحراء مستعد للغزوات كلما قل المرعى، وفي الليل يمارس قوته وما أكله طوال اليوم من دسم الخراف والماعز في امرأة منتظرة في الخيمة. الصحراء أنتجت لغة العنف والاستعلاء، من ليس معنا فهو علينا. التبعية، السمع والطاعة لا تناقش، الطاعة العمياء للأمير أو القائد أو الخليفة. الإحساس بالدونية الملازمة لرجل البدو يعوض عنه بإلغاء الآخر، شطبه، محاولة قتله، أو محاولة أن نخضعه تحت تبعية القبيلة. إباحة عرضه وماله وكل ما له، القمع، الإقصاء، الترصد، التحفز. القبيلة يعلى يعلو ولا يعلى عليه، وهذا هو ما قيل في الإسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكر القبيلة والعصبة أيضا بنجدها في كتاب ابن خلدون في مقدمة في علم الاجتماع، مؤسس علم الاجتماع، لما كان كلم عن العصبة أنها مشتقة من كلمة عصب أو الشد أو التعصب أو المحاماة أو المدافعة، والعصبة هي الأقارب، والعصبة والعصابة هي الجماعة. وهذا القول ورد في سورة يوسف: ونحن عصبة. سماها ابن خلدون بالنعرة أو الرابطة الاجتماعية النفسية الشعورية واللا شعورية معا. شعارها التلاحم، الالتصاق بالدم، التقاصر بالنسل ووفرة العدد، التفاخر بالغلبة والقوة والتطاول، السمع والطاعة للقبيلة، والدين يوحد ويعمل على تعديد قوة العصبة أو القبيلة. سؤالي الأول اللي بطرحه لأختنا لولا بعد ما شاهدنا حلقة الأستاذ أو الشيخ محمد عبدالله نصر الأسبوع الماضي، وبنشوف بعض الشيوخ زي أو بعض إخواتنا المسلمين زي الأستاذ الصحفي أستاذ إسلام البحيري، أستاذ إبراهيم عيسى،
مدرسة جديدة بدأت تظهر على الساحة وتتبرأ من جميع كتب السلف ومن كثير من الأحاديث التي تحتويها كتب البخاري ومسلم وكتب السيرة. هذه المدرسة اللي بدأت تحاول في تجميل الإسلام وتقديم الإسلام بشكل يتفق مع القوانين الإنسانية وقوانين المجتمع الدولي والحضارة الغربية، في ظل الاجتهادات الحديثة أيضا لجماعة القرآنيين وغيرهم من يتبنون مدرسة تفسير القرآن بالقرآن، وذلك تجنبا لوجود كثير من الكوارث التي سجلتها أيادي المفسرين القدامى والقريب العهد من زمن محمد. فهل سؤالي لأخت لونا، هل يمكننا العودة إلى الجذور الأصلية للنهج الذي تبناه محمد في حروبه وغزواته، والذي لا يزال نراه بأعيننا نشاهده عبر الشاشات الفضائية في داعش، أنصار بيت المقدس، أجناد مصر، السنة والشريعة في ليبيا، جماعات متطرفة كثيرة أسماء لا حصر لها، بوكو حرام، القاعدة، الجماعة الإسلامية، المجاهدين أو شباب المجاهدين في الصومال؟ الحقيقة يعني غالبا مش عايز أكون متجني، لكن لا توجد بقعة فيها تجمع إسلامي إلا أن نرى فيها جماعات إسلامية تتبنى العنف وتؤسس منهجها على كتب السلف وعلى تفاسير علماء المسلمين القدامى وعلى الأحاديث وعلى كتب السيرة. تقولي أختنا لونا في السؤال الأول. أولا أخي أنجلو، أنا عاوز أقول أنه بعيدا عن أضلاع الإسلام اللي بيتم في ظلها تفسير القرآن من أسباب بين قوسين نزول وتفسير وحديث والسيرة المؤرخة للأحداث، فالقرآن لا يعدو كونه كتابا أو طلسما غامضا لا يمكن فهم مضمونه، وإن بدت الكثير من الآيات واضحة إلا أن القرآن في مجمله يتطلب العودة إلى التفسير والسيرة. مزبوط. وده يعني أنا رد بقدمه للأخ المحترم فضيلة الشيخ محمد نصر اللي قال في حلقته معاك في الأسبوع الماضي ردا على الفيديو اللي حضرتك عرضته للشيخ محمد حسان، قال إن القرآن يفهم بدون المفسرين وغلط البخاري وغيره من المفسرين وعاب على تفسيرهم وأحاديثهم. وأنا بتمنى إن الشيخ محمد يعني ربي يباركه يكون بيشاهد حلقتنا هذه، لأنها تتضمن في سياقها ردود موثقة على نقاط هو طرحها في الأسبوع الماضي بدون أي دلائل أو أسانيد تاريخية. اتفضلي. لكن عاوز أقول إن أصحاب هذا المنحة ممن يحاولون تفسير القرآن بعيدا عن المفسرين وتوثيقاتهم المعتمدة، يعني هم بينقسموا إلى أكثر من فريق. إما إنهم من المصدومين فيما قرأوه في كتب التراث أمثال الشيخ محمد نصر، فبيحاولوا يلجأوا للتفسير الشخصية دي للآيات لرفع القرآن فوق ما يعتقدون أنها شبهات ضده، رغم أن هؤلاء المفسرين كانوا قريبي يعني العهد بزمن محمد، حتى لو كانوا كتبوا بعد محمد ب200 سنة زي البخاري برضو كانوا قريبي العهد بزمنه في وقت كان تصرفات المسلمين إزاء غير المسلمين، وبناء عن آيات القرآن هي مدعاة للفخر والعزة والشموخ لخير أمة أخرجت للناس. فليهم الحق في إذلال كل من يرفض الإسلام والافتخار بذلك لحساب نصرة الدين. وفي فريق آخر أقدم من الشيخ محمد نصر، ودول يعني يعرفون جيدا حقيقة آيات القرآن وفاهمين كويس أن كتب التراث بتتماشى تماما مع الفكر والنهج القرآني، لكن بيخرجوا علينا الآن بتفاسير مستحدثة متجنبين فيها التراث المسجل والمعتمد لتحسين صورة القرآن والإسلام أمام العالم المتحضر اليوم. فاليوم في مجتمع دولي وفي منظمات حقوق إنسان وفي شيوخ بيشتغلوا في الغرب وفي أمريكا وأستراليا وكندا، بلاد الكفرة بحسب الفكر القرآني، فبيستخدموا التقية وهي الكذب أو النفاق الشرعي اللي صرح به القرآن في سورة آل عمران 28 أن تتقوا من هؤلاء تقاة فيستخدمون التقية. وغرض أصحاب هذا المنحة هو محاولة إقناع الكثيرين بأن من خلفوا محمد صنعوا تاريخا جائرا أساء إلى سيرة محمد وتسبب في تكوين هذه الجماعات الإسلامية اليوم التي لا يمت نهجها بصلة إلى منهج محمد في حياته.
ولو تتذكر حضرتك أخي أنجيو، إحنا كنا من قريب بنتناقش في يعني بخصوص بعض من هذه الآيات القرآنية التي لا يمكن تفسيرها أبدا إلا في ظل التفاسير والسيرة. بالضبط كتير. أعطي أمثلة قليلة. يعني مثلا في سورة النساء 157 القرآن بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لا يمكن فهم عبارة شبه لهم بدون العودة إلى التفاسير. يعني إيه شبه لهم؟ من الذي وقع عليه شبه المسيح؟ هل حقا صلب الشبيه ومات؟ لا يمكن أن تفهم أبدا هذه الآية إلا يعني ده مجرد نموذج. ده في آيات كثيرة جدا، كثير جدا. مثلا أدي مثل آخر من من هو الذبيح مثلا كمثال. أيوة مظبوط. تفضلي. مثال آخر مثلا في سورة الأحزاب 37 لما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من هي دي؟ مين هو زيد؟ القرآن ما بيقولناش. مين دي اللي زوجناكها؟ القرآن ما بيقولش. بالزبط. إيه الظروف اللي خلت زيد يسيب لك مراته؟ القرآن ما بيقولش. فلازم ترجع للتفاسير والسيرة التي دونت في زمن أقرب بكثير جدا من زمنك، واللي كانت بتعتز بأقوال إله القرآن وإذلاله لكل من لا يقبل الإسلام بأعنف الطرق، والذي لا يبدو منطقيا ولا مقبولا لشخص متحضر بيعيش النهاردة في القرن الواحد والعشرين. يعني أنا بتفق معاك يا أختلونة، مش بس الآيات دي أو الشاهدين اللي حضرتك استخدمتيه. لا لا لا، ده في معظم وقصة إلغاء التبني وقصة تبرئة عائشة بعد حادثة الإفك. يعني قصص كثيرة جدا لا يمكن لأي مسلم على وجه الأرض أنه يفهمها إلا لما يرجع لكتب التفسير. مظبوط مظبوط. لا يمكن لا يمكن. القرآن في مجمله، يعني عايز أقول أن القرآن ده يعتبر تلت الإسلام. تلتين الإسلام هو سيرة وحديث عشان تقدر تفهم. بالزبط. كتاب القرآن. بالزبط. وزي ما تفضلت حضرتك في تاريخ لا يمكن التغاضي عنه. بالزبط. أو إغفال دوره في صنع أفكار محمد في الغزو والقتل وفرض الإتوات أو الجزية لإعتاق الرقاب وسبي البنات والنساء المتزوجات واستحلال مضاجعتهم بنصوص شرعية في القرآن. وبرضو سأرد بهذه النقطة على الشيخ محمد اللي قال في الأسبوع الماضي إن القرآن ما فيهوش اغتصاب، وأيضا تقطيع الأيادي والأرجل وتقليع الأعين وقطع الرؤوس وفصلها عن الأجساد، كل ذلك بنصوص شرعية في كتاب نصب زورا إلى الله. اليوم يعني بيحاول الكثيرين بجهد كبير وأساليب شخصية زي ما قلنا الخروج بتفاسير مختلفة لهذه الآيات المشينة واتهام الجماعات الإسلامية بالتطرف وأنهم لا ينفذون القرآن بطريقة صحيحة بل يسيئون فهم النصوص. فأخذ الكثيرون يفسرون آيات القرآن بعيد عن إطارها الزمني ومكانها وخلفيتها والحدث اللي ارتبطت به، فيأتون بآية مكية ليخففون بها حدة آية مدنية وبآية منسوخة ليسندون بها آية ناسخة، هكذا يحاولون إخفاء وتجاهل التفاسير الصحيحة والمعتمدة والتي يتبعها المسلمون الملتزمون الحقيقيون. اليوم هندرس بالتدقيق استراتيجية محمد في الحروب والغزوات والسبي، كيف بدأ دعوته وكيف انتهى به الأمر إلى التحاقه بالمدرسة التي تتلمذ فيها للقيام بحروبه وغزواته للحصول على ملك اليمين من النساء والبنات واستحلال مضاجعتهم بكل ارتياح ضمير وبنصوص بتشرع له ذلك ولتبعيه أيضا في القرآن. أمين. ولكي نفهم اتفضلي. كيف ولماذا التحق محمد بهذه المدرسة وتبنى فلسفتها؟ ينبغي ان احنا نسلط الضوء على امرين هامين جدا سيساعدان الاخوة المسلمين المشاهدين على تتبع الاحداث بتاريخ محمد الى ان صارت كل هذه الامور الصعبة تشريعات داخل كتاب القرآن وتنسب زورا الى اله السماء. هذين الامرين هما اولا اهداف محمد بعد ان جاهر بدعوته كنبي في العرب، وثانيا على يد من تتلمذ في هذا الاتجاه حتى صار نهجا وتشريعا قرآنيا متبعا إلى يومنا هذا من الإسلاميين في الغزو وفرض الدين بالقوة على الآخرين حتى يعصموا دماءهم وأموالهم منهم. وده اللي هنركز عليه قوي النهاردة لأن الكثيرين يغفلون أو يتغافلون دور هذه المدرسة في صنع دين محمد. أمين. اتفضلي. اتفضل أخي. لا أنا بس عايز أقول أنه يعني نلخص الجواب للسؤال الأول عشان يكون المشاهد اللي بيشاهدنا متابع معنا، أن الأسباب اللي حضرتك رأيتيها في وجود المدرسة الحديثة اللي يعني من مثلها الشيخ محمد أو من تابعية الشيخ محمد عبد الله نصر اللي هم بيحاولوا يتبرأوا من كتب السيرة والسنة،
رقم واحد انت لخصتي في الصدمه انهم مصدومين، نحط بين قوسين كده جماعه المصدومين، لان هم بداوا يشوفوا امور لا تتفق مع العقل ولا المنطق، زي سحر محمد، زي بول الابل، زي جناح الذبابه، زي التبرك بالسبع تمرات، زي اشياء كثيره جدا، حبه البركه، اشياء كثيره جدا. او البعض يعني رقم اتنين، جماعه تستحدث تفسير جديد للقران يتفق مع روح العصر والمجتمع والقيم الانسانيه والحضارات اللي موجوده على وجه الارض. تتفقي معايا في تلخيص اسباب ليرفض البعض كتب السيره والسنه ويلجا محاولا ان يفسر القران بالقران؟ مظبوط مظبوط اخي. فاولا بالنسبه لاهداف محمد، احنا قلنا قبل كده ان محمد ما كانش ليه هدف بعد ان جاهر بدعوته في مكه الا ان يكون نبيا مسالما حنيفا يؤمن به الاخرون كنبي يعني يوحى اليه من الله، وقد جاءهم بآيات سلمية لا تحوي أي عنف ضد أهل الكتاب أو أي شخص. لكن خلال سنوات دعوته في مكة لم يحظى بتأييد الكثيرين، حيث أن الكثيرين من أهل مكة رفضوا الاعتراف بمحمد كنبي يوحى إليه من الله، ورأوا أن ما يقص عليهم على أنه وحي هو من أساطير الأولين، وقالوا هذا يملى عليك بكرة وأصيلة. وآخرون قالوا إن سجع القرآن يشبه سجع الكهان وسجع مدعي النبوة في الجزيرة، زي سجع قرآن مسلمة بن حبيب والأسود العنسي وغيرهما. وتعمد البعض امتحانه في أمر نبوته، زي النضر بن الحارث اللي كان شخص مثقف وبيدرس في الحيرة، وكان بيقول لمحمد إنه ما يدعي إنه وحي يأتيه من الله ما هو إلا من أساطير الفرس واليهود اللي هو سبق له دراستها، وإنه أحسن حديثا من محمد. بالزبط. والبعض قالوا شاعر مجنون بحسب نص الآية القرآنية، والبعض قالوا ساحر زي ما حضرتك تفضلت. فمحمد تعب كثيرا بسبب عدم استطاعته إقناع المحيطين به إنه نبي بيوحى لي من الله وإنه مرسل إليهم. فأصيب محمد باليأس، وخاصة بعد وفاة ورقة ابن نوفل وفتور الوحي، ورغب في إلقاء نفسه من شواهق الجبال أكثر من مرة زي ما ورد في المراجع المعتمدة. وانتهى الأمر بمحمد أنه كره الصورة المسالمة المستضعفة، وبات يحلم بالقوة حتى يثأر من كل من رفضوا أن يصدقوا أنه نبي ورفضوا ما دعاهم إليه، يعني كما فعل بعض مدعي النبوة زي رحمن اليمامة أو مسلمة بن حبيب اللي كان بيعذب من يرفضوا الاعتراف به كنبي من قبيلته. ومن هنا بقى فكر محمد في كسب تأييد جماعة كانت تمثل هوية مرعبة في مكة، وهم جماعة الصعاليق أو ذؤبان العرب، وكان أيضا بيطلق عليهم الغربان نظرا لاتخاذهم اللون الأسود علامة في الملبس وفي لون الراية. هذه المدرسة التي التحق بها محمد والتي كان لها فلسفتها الخاصة في الغزو والقتل والسبي، ولهم تبريراتهم اللي جعلت منهم رغم كل جرائمهم شجعان في أعين الكثيرين من العرب آنذاك اللي كانوا بيوافقوهم على هذا النهج. بالظبط. طيب عايزين بقى نتعرف اكتر على الصعاليق، من هم الصعاليق، شكل جماعتهم، التكوين بتاعهم، الهوية اللي هم بدأوا يظهروها ويعني يفرضوها على شبه الجزيرة العربية. أمين. بالنسبة للصعاليق، أولا كلمة صعلوك لغويا بحسب ما ورد في كتاب العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف، هو الشخص الفقير الذي لا يملك المال الذي يساعده على العيش. وإن هذا المصطلح تجاوز دلالته اللغوية وأخذ معان أخرى كقطع الطرق بواسطة من يقومون بعمليات السلب والنهب. فهم جماعة من الشبان الفقراء الذين خلعوا من قبائلهم لخروجهم على أعراف قومهم ولبشاعة سلوكهم، والتحق بهم أيضا الذين ولدوا من عبدات حبشيات سود ونبذتهم القبائل بسبب لونهم، فراحوا والتحقوا بهؤلاء الصعاليق حيث كانوا يقطعون الطرق على المارة ويسلبونهم، وكانوا أيضا يغيرون على القبائل الضعيفة، يسلبون أموالهم ويستحلون بناتهم ونسائهم، وكانوا يفرضون الإتاوات العالية على الأغنياء ويرون أنه ليس من العدل أنهم يملكون والفقراء لا يملكون، وأنه من حقهم أن يسلبوا أموالهم حتى لا يعيشوا فقراء، وإن لم يدفعوا الإتاوات فدماءهم تحل للصعاليق.
وبحسب الدكتور جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام قال أنهم لم يروا سببا أخلاقيا يمنعهم من قتل الأغنياء وسلب أموالهم، لأنه مش من العدل أن يكون واحد غني وواحد فقير، فاعتبروا أن ده حق وشرعوه لأنفسهم. والشعراء كانوا من أجود الصعاليق، كانوا من أجود شعراء العرب، واللي يطلع على معجم الشعراء الصعاليق في دواوين أشعارهم يشوف قد إيه كانوا بيفتخروا بشرورهم وغارتهم على القبائل وقتل الأغنياء وسلب أموالهم واستحلال بنات ونساء القبائل الضعيفة والافتخار بتقطيع الرؤوس والأعضاء وتقليع الأعين. وإحنا هنتناول النهاردة الكثير من فلسفتهم وكيف تحولت فلسفتهم إلى تشريعات قرآنية وآيات يؤمن بها المسلمون داخل القرآن إلى يومنا هذا، وإنه مش خلفاء محمد هم اللي اخترعوا تاريخ مزور وظلموه، وإنما استراتيجية محمد في الغزو والقتل مرتبطة بارتباطه بالصعاليق وقد ورثها عنه خلفاؤه. بيقول الدكتور جواد علي في المفصل في الجزء التاسع وصفحة 616: انتشر الصعاليق في جزيرة العرب حتى صاروا قوة مرعبة مخوفة لشدة بأسهم في القتال، وقد كون الصعاليق عصابات من مكان إلى مكان تسلب المارة وتغير على أحياء العرب، وقد اتخذوا من منطقة جبل تهامة الواقعة في مكة مركزا لتكتلهم. وبيقول كمان الدكتور جواد علي أنهم كانوا يستأجرون كمرتزقة للقيام بعمليات همجية في مقابل ترضيتهم وإعاشتهم، وأن القتل عندهم كان كشربة ماء. كان عروة ابن الورد من بني عبس يدعى أمير الصعاليق، وده ليه ديوان من الشعر الصعلوقي، وكان أكثر الصعاليق ثورة ضد الأغنياء، أثار ضدهم كل الصعاليق فصاروا هدفا دائما لهم. وكان من أشهرهم أيضا تأبط شرا اللي هو ثابت ابن جابر، ده اسمه الحقيقي لكن أمه سمته تأبط شرا لأنه كان بيتأبط سيفه، بياخد سيفه تحت إبطه في الصباح الباكر ويخرج يغير على القبائل بجواده القوي. ومن رفقائه السيلك ابن السلكة أو السليك، أنا لقيتها موجودة في بعض المراجع السيلك، وفي بعض المراجع زي الموسوعة العربية السليك، وأيضا الشنفرة وعمر ابن براق، وكانوا بيفتخروا بقتلهم للآخرين في أشعارهم. ولو في إمكانية أن احنا نطلع على يوتيوب أو فيديو يعني رقم واحد لو خلفية الصعاليق على خلفية هؤلاء الشعراء الصعاليق عشان نقدر نشوف الارتباط والتشابه اللي ما بين الإسلام ومدرسة محمد والصعاليق. نشوف فيديو رقم واحد ونرجع لو جاهز. لو جايز فيديو رقم واحد خلفية الصعاليق العرب ومنهجهم. هو ثابت بن أوس بن الحجر بن الهنئ الأزدي اليماني المشهور بالشنفرة، سمي بذلك لعظم شفتيه. هو أحد الشعراء الذين يعرفون في الأدب العربي بالشعراء الصعاليق، وهم تأبط شرا، السيلك بن السلكة، عمرو بن البراق، أسيد بن جابر. هؤلاء حياتهم فيها تشابه كبير، حتى إن الروايات تختلف عنهم والأشعار يصعب نسبها إلى بعضهم بالتحديد. عاش الشنفرة حياته في الصعلكة والإغارة على القبائل مع أقرانه أولئك، ذلك أنه أخذ على نفسه الانتقام ممن أخفوا نسبه بقتل 100 نفس منهم. وقد عرف عنه استوحاشه البشر واطمئنانه إلى وحوش الصحراء تماما كما يقول تأبط شرا في شعره: أعوى الذئب فاستأنس بالذئب الأعوى، وصوت إنسان فكدت أقيره. مثل هذا نجد منه الكثير في شعر الشنفرة باعتباره عاش طوال حياته متشردا طالبا لثأره. بعيدا عن حياته الدرامية تعتبر قصيدته هذه في منزلة المعلقات، وهي ذات لغة عربية عليا، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بدراستها وتعليمها قائلا: علموا أبناءكم لامية العرب حتى تستقيم ألسنتهم. ديو تابعت تأثر محمد وخلفائه ولا سيما عمر بن الخطاب
بأشعار تأبط الشر وأشعار الصعليك. اتفضلي. لدرجة أنه حتى في بعض المدارس الأزهرية لازالوا يدرسون يعني أشعار تأبط شرا والشنفرة بالذات، في حين أن الشنفرة كان يعني من أعنف الصعاليق. يعني مثلا في غارة خرج فيها الشنفرة، وبعدين على إحدى القبائل بعد ما رجع قال شعر بيقول إيه: أيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما بدأت والليل أليلو. يعني رحت قتلت ستات ويتمت عيالهم ورجعت بالغنايم والدنيا لسه ليل. وكان هذا الشنفرة صديقا لتأبط شرا ورفقائه اللي كانوا بينتهجوا نفس النهج. ومش عارفة لو حضرتك تحب برضو تعرض يوتيوب عن فلسفة الصعاليق من خلال تأبط شرا ورفقائه. طيب هنشوف فيديو رقم 2، وبحيث بقى نقدم يعني الفيديوهين، وبعد كده نبدأ نعلق عليهم ونربط الأفكار اللي كانت بتتبعها الصعاليق مع ما صنع محمد فيما بعد وسمي بالغزوات، وفيما بعد في عهد صحابته ثم بالفتوحات. نشوف فيديو رقم 2. قال تأبط شرا وهو ثابت بن جابر ابن سفيان ابن عدي ابن كعب ابن حرب ابن تيم ابن سعد ابن فهم ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار. وسمي تأبط شرا لأنه تأبط سيفا وخرج، فقيل لأمه أين هو؟ فقالت تأبط شرا وخرج. وهذا أشهر ما قيل في سبب تلقيبه به. وكان أحد لصوص العرب المغيرين قرينا للشنفر الأزدي وعمر بن براق، وكانوا ثلاثتهم من العدائين الذين يعدون على أرجلهم فلا يدركهم الطلب، بل كانوا أعدى العدائين في العرب لم تلحقهم الخيل. وقد قال هذه القصيدة يصف فيها الطيف ويذكر حادث هربه من بجيلة حين أرصدوا له كمينا على ماء فأخذوه وكتفوه بوتر، ثم دبر حيلة بارعة هو وعمر بن براق والشنفرة تمكن بها الثلاثة من النجاء عدوا على الأقدام. وفيها تصوير جيد لقوة جريه وشدة عدوه. شفنا الفيديو اختلونا عن تأبط شرة وعن ارتباطه بالشنفرة، لكن انا عايز اربط بقى يعني بعد ما تدينا لمحة عن تأبط شرة اكتر وعن افعاله وعن اقوال وشعره، عايز اربط الصلة ما بين محمد وقوة الصعاليق واستخدام محمد للصعاليق. اتفضلي. وانا هبدأ بهذه النقطة يعني اقتصادا للوقت، انه محمد اعجب بهذه القوة المخوفة المهوبة من الجميع، وفكر في كسب تأييد الصعاليق الى جانبه، وبدلا من كونهم منبوذين من الجميع ومن قبائلهم بسبب بشاعة سلوكهم، فكر في انه يعرض عليهم الانضمام تحت امرته لكي يستثمر كل مواهبهم وقوتهم في نشر الاسلام والانتقام من كل ما رفضوا الاعتراف به انه نبي. وكان سهل على محمد الوصول ليهم والتواصل معهم، لأن كانت بيوت أسرة محمد مفتوحة للكثيرين من هؤلاء الصعاليق الخطرين والكثير الغارة على القبائل، حيث كانوا يستحون معهم الخمر ويستمتعون ويستمعون إلى أشعارهم أمثال المدعو النديم الذي كان صديقا حميما ونديما للزبير بن عبد المطلب عم محمد، وكذلك حنظلة بن الشرق الكناني وغيرهم من الصعاليق الخطرين. والكلام ده بيوثقه الدكتور جواد علي في المفصل في جزء 9، وكمان ابن حجر العسقلاني في حديث رقم 2013. فكتب لهم محمد في جبل تهامة فأرسلوا له وفدا، فأرسل رسالته التالية إليهم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى عباده العتقاء، إنهم إذا آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد، ومن كان منهم من قبيلة لا يرد إليها، وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم، فلا ظلم عليهم ولا عدوان، وذلك على ذمة الله وذمة محمد رسوله، والسلام عليكم. الرسالة دي وردت أيضا في الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الأول صفحة 155. ومن هنا نصب محمد نفسه وليا لهم وعفاهم من كل الجرائم اللي عملوها، وأخذ يتبنى فلسفتهم ويستثمر مواهبهم وقوتهم في نشر إسلامه بالقوة.
بذلك شجعهم على الاستمرار في صعلقتهم ولكن في سبيل الله ونشر الإسلام. فكانوا أول المهاجرين معه وبقيادتهم وبخبرتهم في قطع الطرق، قطع بهم الطريق على قوافل قريش وهي راجعة من الشام محملة بالخيرات فيما أسماه بغزوة بدر. وهم أيضا كانوا أول صفوف جيشه حينما غزا أهله وقومه فيما أسماه بفتح مكة. وآثرهم وفضلهم على غيرهم من المسلمين ووعدهم بدخول الجنة قبل الأغنياء. ورد مثلا في البداية والنهاية لابن كثير ما قاله محمد للصعاليق الذين انضموا إليه وهاجروا معه: أبشروا معشر الصعاليق المهاجرين بالنور تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. نصف يوم يعني 500 سنة، لأنه بحسب القرآن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مظبوط. ورد أيضا في كنز العمال للمتقي الهندي عن نبي الإسلام قال: أعجبكم صدقات ابن عوف؟ ابن عوف ده كان رجل كثير الصدقات. قال محمد نبي الإسلام: إن روعة صعلوك من صعاليق المهاجرين يجر صوته في سبيل الله لأفضل من صدقة ابن عوف. وصار كبار الصعاليق من كبار الصحابة بل والقادة في الإسلام. على سبيل المثال مثلا أبو ذر الغفاري. بالزبط. ده كان لص خطر بيقوم يستيقظ في الصباح يغير بجواده على نوق القبائل ويسرقها، وبحسب ما ورد في طبقات الكبرى لابن سعد. وده لو يعني تتذكر حضرتك وحضرات المشاهدين ده صاحب الحديث المشهور عن دخول الجنة لما سأل محمد: هل اللي ينطق بشهادتين يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ لأنه هو صعلوق عارف أنه بيزني وبيسرق، يعني مستصعب حكاية دخول الجنة دي. فمحمد قال له: وإن زنى وإن سرق. كررها عليه أبو ذر ثلاث مرات. رغم أنف أبو ذر. فقال رغم أنف أبي ذر. كذلك أبو بصيرة اللي سلمه محمد قيادة المسلمين الجدد، كان لص كثير الغارة. كذلك سارية بن زنيم الدائلي، ده صار قائد للجيش في عهد عمر وأرسله عمر إلى بلاد فارس. كذلك أيضا شعبة ابن المغيرة اللي كان كل همه أنه يسطو على بنات ونساء القبائل ويضاجعهم، والذي أحصن في الإسلام 1000 امرأة. راجع السيرة الحلبية جزء 2 صفحة 999. يعني لما دخل تحت لواء محمد وسع نطاق صعلقته وأحصن في الإسلام 1000 امرأة. وكذلك يعني برضو البعض ذكر أنه سيف بن عمر كان من الصعليق حسب ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة صفحة أو رقم 3036. تفضل. نعم، الكثير من الأسماء أخي أنجو. أسماء لها وزن، لها تأثير في التاريخ الإسلامي. لأنهم كانوا شعراء. بالزبط. كانوا شعراء جياد، وده كان شيء بيبهر المسلمين خاصة من ناحية اللغة، الناحية اللغوية بالذات. لأنهم كانوا يعني نفسهم إن هم يكونوا راصينين في اللغة العربية، فكان شعر الصعاليق بيبهرهم. بالزبط. وكان قبل انضمام الصعاليق تحت إمرة محمد كان قائدهم بياخد الخمس من الغنائم، وده اللي خده محمد. ذلك تشريعا قرآنيا محمد هو اللي بدأ ياخد الخمس في سورة الأنفال. بالضبط، حطه كتشريع قرآني في سورة الأنفال 41. وهو في الأصل مبدأ صعلوقي، كان قائد الصعاليق هو اللي بياخد الخمس من الغنائم. بالزبط. الكلام ده موثق في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني في جزء 5 وصفحة 287. لا، ومعروف أن الخمس لمحمد حسب سورة الأنفال. مظبوط. ما هو حطه كتشريع في القرآن. يعني لكن هو اساسا كان ايه؟ كان اتفاق صعلوقي بين الصعاليق، كان قائدهم يقوموا بغزوه ياخد هو الخمس من الغنائم. بالظبط. وهنلاقي حضرات شيوخ الاسلام ما بين متمسك بفضائح التاريخ الاسلامي لانها مدونه في صحيح بخاري اللي بيعتبروه اصدق كتاب للمسلمين بعد القران، وبين مصدوم زي ما قلنا زي بالزبط. الشيخ الشاب محمد نصر اللي بيكذب المراجع بدون أي أسانيد تاريخية فقط لعدم معقولية أن يكون هذا السلوك لنبي من عند ربنا. أمين. يعني استراتيجية الصعاليق في الغزوات والقتل والسلب والنهب عايزين نتعرف عليها بأكثر تفصيلا عشان نقدر نعمل رابط ما بين الغزوات، حتى يعني فضل التعبير. وأنا برضو نفسي أطرح سؤال لكل أخ مسلم بيشاهدنا: ما زال حروب محمد ما زالت تحمل تعبير غزوة؟ تفضلي يا أخت لونا. طيب، ده حقيقي أخي أنجو. خلينا مثلا نبدأ بإزاي تحولت فلسفتهم في إيقاع الرعب في قلوب الآخرين إلى تشريع
في نشر محمد لدينه. اتفضل. كان من فلسفة الصعاليق إيقاع الرعب في نفوس ضحاياهم من القبائل الضعيفة أو الأغنياء أو غيرهم. وده اللي قاله محمد، متأسف لمقاطعتك، نصرته بالرعب. بالظبط كده. شوف الارتباط. بالظبط. لما نجح محمد في كسب تأييدهم بالطبع لم يهتم بتغيير سلوكياتهم وتشجيعهم ان هم ينتهجوا منهجا روحيا ينسي الاخرين تصرفاتهم، ده لو كانت رسالته فعلا من الله. لا ده بالعكس استفاد منهم، بل دخل هو مدرستهم اخي اندرو واقتنى فلسفتهم وكرم اساتذتهم وقوادهم وساعدهم على الاستمرار في صعلاقتهم لكن لنشر الاسلام، وصيرهم زي ما قلنا من كبار الصحابه والقاده، لانه هو نفسه كان في احتياج انه يكتسب لنفسه هيبه ورهبة ويصير مخوفا من خلال ضمهم ليه وخلع رداء المسالمة بعد أن كره الصورة المستضعفة اللي شجعت الآخرين على انتقاده بشجاعة والإعراب عن رأيهم في أنه ليس نبيا وإنما مقلدا وأن ما أتى به لم يكن بجديد في شيء بل مزيج من أساطير الأولين وسجع الكهان وشعر الشعراء وقرائين من سبقوه من مدعي النبوة كرحمن اليمامة مسلمة ابن حبيب اللي كان عنده قرآن قبل قرآن محمد وغيره. يعني بتعبير آخر أخي أنجلو، بعد فشل رسالته الدينية المسالمة في مكة وكان بيتمنى إن هم يقبلوه كنبي في العرب، قرر إن هو يبدأ بالصعاليق إسلامه العسكري ونشره بالقوة والتخويف وإجبار الآخرين على اعتناق الإسلام، واستطاع زي ما حضرتك قلت بيقول بنص صريح في سنته نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم. يعني أنا عايز أقول بس للمشاهد أن تعبير محمد نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني زي ما فسره الألباني وفسره كثير من النووي وفسره كثير من الفقهاء المسلمين، يعني على بعد مسيرة شهر إله محمد يلقي الرعب في قلوب اللي محمد رايح يغزيهم ورايح يحاربهم قبل ما يوصل بشهر، يعني على بعد مسيرة شهر. تخيلوا الإله اللي عمال يرعب ويجهز بالرعب قلوب اللي محمد رايح لهم يغزو بلادهم. صحيح صحيح. وكان من عادتهم كمان أخي أنجلو في إزاء ضحاياهم من القبائل ان هم يغيروا عليهم في الصباح الباكر جدا. بالظبط. ومحمد نفسه انتهج هذا النهج في الإغارة على القبائل في الصباح، مثلا حينما غزا خيبر زي ما ورد في صحيح مسلم حدثنا ثابت عن أنس قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم، رايحين الحقول يعني. بالظبط، ناس مسلمة. فقال رسول الله خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال وهزمهم الله عز وجل. ولما كان علي متقدمهم بالراية لفتح خيبر توقف وسأل محمد على ما نقاتل الناس، قال نقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وده الحديث. فإن فعلوا عصموا مني دماءهم. ده الحديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس. الكلام ده أيوة موجود في صحيح مسلم كتاب المتأسفة. وموجود أيضا في صحيح البخاري. الصحابة باب فضل علي بن أبي طالب. وموجود في صحيح البخاري كتاب الإيمان. تفضلي. مزبوط. ونلاقي يعني نجد بصمة صعلوقية قوية في القرآن بتمجد أسلوب الإغارة في الصباح التي كان ينشدها الصعاليق في أشعارهم مفتخرين بخيولهم الذكور القوية. فنلاقي إله القرآن كمان بيقسم في قرآنه في سورة العاديات بالخيل القوية التي تغير على القبائل في الصباح. بالضبط. وهو ما كان يفعله الصعاليق ويفتخرون به في أشعارهم. فيقسم إله القرآن في بداية سورة العاديات قائلا والعاديات ضبحا. العاديات اللي هي الخيل السريعة الخيل القوية والضبح اللي هو الصوت اللي بتحدثه الخيل عندما تجري بسرعة فهي تضبح كده، ده صوت الضبح. ثم يقسم فالموريات قدحا، بيقسم إله القرآن بالموريات اللي هي حوافر الخيل حينما تقدح شرارا في الصخر وهي تجري. ثم يقسم قائلا فالمغيرات صبحا، إله القرآن بيقسم بالخيل التي تغير في الصباح على القبائل. الإله القدوس الحي جعل منه محمد إلها بكل أسف متصعلقا.
يقسم بالخيول التي تغير في الصباح على القبائل. ألم يمسحهم هذا الإله وأعد لهم ما استطعتهم من قوة رباط الخيل؟ يا في نفس السياق ترهبون بها عدو الله. والواحد واحد منهم يجي يقول ما فيش كلمة الرهاب في القرآن والنص صريح وواضح جدا. يعني هل هذه مبادئ إلهية في كتاب المفروض أنه دستور للبشر من إله قدوس حي في السماء؟ ودي يعني الشعارات اللي بتحطها الجماعات الإسلامية على أعلامها. أعد لهم وأعد لهم ده شعارهم. ده شعار الجماعة الإسلامية وشعار الإخوان المسلمين. مظبوط. يعني أنا نفسي الأحباء المسلمين يفكروا في الآيات اللي بيحفظوها من غير ما يتوقفوا أمام المعنى. خلينا ندي يعني أمثلة. اتفضلي. يعني مثلا في آية صعلوقية أخرى بحتة في القرآن هي سورة التوبة 14. اتفضلي. واللي بتقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب عليهم ويتوب على من يشاء والله عليهم الحكيم. يعني بحسب أسباب بين قوسين النزول بيقول قتادة والسدي أنها نزلت لخزاعة لتنصرهم على قبيلة بكر. خزاعة دول كانوا حلفاء محمد وقبيلة بكر دي من القبائل اللي محمد عرض عليها رسالته وهو في مكة من قبل ما يهاجر. لما كانت القبائل بتيجي من كل مكان تاخد مكانها في السوق قبيلة بكر رفضت، ما كانش لسه بقى خد قوته الجامدة بتاعت المدينة دي رفضت. لكن طبعا جبريل يعني جاهز بالآيات، لازم يجيب آية تنصر خزاعة على بكر لأن خزاعة حلفاء محمد. بالضبط. فربنا يعمل إيه؟ يعذبهم بأيدي خزاعة ويشفي صدور قوم مؤمنين. يعني أنا مش عارفة إزاي أساسا مؤمنين وقلوبهم مليانة غل بالطريقة دي. وده اللي ذكره بس عشان يكون الكلام موثق، لو حد معاه كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير مجلد 3 صفحة 12 في تفسير سورة التوبة زي ما قرت أختنا لونا عدد 14 وعدد 15، هو كاتب كده قال وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة. ويذهب غيظ قلوبهم، يعني كان في غيظ جوه قلبهم فنزل لهم آية عشان تدي لهم الحق في الأغارة وتعذيب الآخر. يعني غيظ قلوبهم قوم المؤمنين دولت، يعني قلوب يعني صدورهم لا تشفى وغيظ قلوبهم لا يذهب الا بتعذيب الاخرين. يعني مليون علامه تعجب. تعذيب الاخرين والنرجسيه المريضه دي مبرهنه في تاريخ الصعاليق. بالظبط. يعني مثلا الصعلوك السليك بيوثق الأصبهاني في كتابه الأغاني أنه يدخل بيت عازل ويقطع رأس شيخ ويفصلها عن جسده. كلام ده في الأغاني جزء 8 صفحة 219. ومش قتل كعب بن الأشرف بهذه الطريقة، قطعت رأسه ووضعت رأسه في حجر محمد وهلل محمد عندما رأى رأس كعب بن الأشرف. بالضبط كده. وكان الصعلوق الشنفرة يقلع أعين ضحاياه ويمثل بجثث قتلاه. وده اللي موجود في الأغاني صفحة 287. وده اللي موجود في المائدة. أيوه. طيب ونجد أن إله القرآن زي ما حضرتك بتقول هو بيشرع لمحمد نفس النهج للانتقام من ضحاياه. يعني في سورة المائدة مثلا 33 بالزبط. اللي هي بحسب الطبري نزلت في جماعة اسمهم العرانيين عرينة. دول ايه بقى؟ دول نفر من عقل دخلوا المدينة وتظاهروا خوفا من محمد بانهم مسلمين وقد اكتووا، فنصحهم محمد ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. وهنا انا اتوقف لحظة واقول للشيخ محمد نصر ده مش من اختراع الدكتور زغلول النجار، حضرتك قلت في الحلقة اللي فاتت بتاع بول الإبل. لا الحقيقة أن ده موجود في الطب النبوي في العديد من أبواب التراث يا شيخ محمد. بول الإبل ده كان دواء محمد بيوصفه للمرضى. بالضبط. وبعدين الجماعة دول العرانيين دول ارتدوا وقيل إنهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فأرسل محمد في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمل أعينهم بمسامير. وبحسب ما روى أنس في كتاب الطب في صحيح مسلم يقول وقد رأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى مات عطشا. يعني ده بنص شرعي في القرآن اللي عمله محمد ده بنص من إله القرآن
اللي هي المائدة 33 بيقول إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض. يعني 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 مش يقتلهم كده وخلاص ويتخلص من وجودهم، لا، ده لازم يمارس فيهم أعمال نرجسية مريضة مرجعيتها رجاله من الصعاليق اللي كانوا مليانين حقد على الأغنياء ومليانين كراهية لقومهم اللي طردوهم، ومنهم اللي كانت عشائرهم بتعذبهم لأنهم سود مولودين من عبدات حبشيات. فكانوا يعني لما كانوا بيسيئوا معاملتهم لدرجة ان هم ملوهم بالحقد والغي والكره يعني لما بدأوا يقوموا بأعمال الصعلقة بتاعتهم ما كانوش بيكتفوا بمجرد القتل والتخلص من الشخص. فمحمد تبنى منهم هذا النهج النرجسي المريض. يعني انا عايز بس برضو ايضا عشان يكون الامور واضحة اوصل كلامك ايضا في تفسير سورة التوبة 33 تفسير سورة المائدة 33 مجلد 2 في ابن كثير صفحة 183 بيروي الحديث، سواء الحديث كما رواه البخاري أو الحديث كما رواه مسلم، والحديث مروي عن أنس بن مالك. لكن هقف عند فلما يعني شربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يعني ثمنوا أو زي ما بيقولوا رجع قوتهم أو خفوا رجعوا، يعني أصل هو ده شيء طبيعي يقتلونها. يعني في 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 زلزال 91 اللي حصل في مصر كان في شاب معروف في العمارة بتاع نزهة لما سقطت، أو عمارة بتاع ميدان تريمف لما سقط، الشاب ده يعني من كتر العطش شرب بوله، فلما شربوا من أبوالها وألبانها يعني قدروا يبقى عندهم قوة يمشوا، فلما مشوا قتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله فبعث في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم، جيء بهم إلى مين؟ إلى محمد نبي الرحمة، نبي الرحمة، جيء بهم إلى محمد نبي الرحمة اللي زي ما بيقول محمد عبد الله نصر الحديث الضعيف اللي استند عليه لما قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا 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 أنا هرد على فضيلته في هذه النقطة أيضا. أشكرك. فجيء بهم إلى محمد رجل الرحمة كما يدعون، فأمر بهم، أمر بهم، كلمة أمر بهم يعني قتلهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني من الخلف، وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. يعني البعض اتقتل والبعض مجرد أن اتقطعت أيديه وأرجله وسمرت أعين وطرقوا في الشمس في جرحاهم وفي دمائهم وفي مرميين في الشمس حتى ماتوا، لفظ مسلم. وفي لفظ لهم وألقوا في الحرة، الحرة اللي هي الشمس، فجعلوا يستسكون، يستسكون إيه؟ الرملة، وطلبوا الماء فلم يسكوا، يعني ما حدش ادالهم ماء. الحديث يا جماعة وارد على لسان كذا واحد، وأنا بقدمه وبقول لمحمد الشيخ محمد عبد الله نصر وإسلام البحيري وكل المدرسة الجديدة ماذا نفعل بأنس ابن مالك. يا أخي أندرو، ده الشيخ هاني السباعي طلع على الهواء أكتر من مرة، والنهاردة طلع هاني السباعي بهذا الحديث، يشيد بهذا الحديث ويقول لأئمة المسلمين أنتوا ما بتمشوش اللي محمد قاله، إذا كان النبي نفسه عمل كده أنتوا لازم تعملوا كده في أعداء الإسلام، كل من يسعى في الأرض فسادا تعملوا فيه زي ما محمد عمل في العرانيين. بالظبط. وهاني نصيحة منه. هاني السباعي طلع النهاردة ردا على فشل محاولات الإخوان في التظاهر ورفع المصاحف، ويقول كده أنه لا يجوز رفع مصاحفكم بدون السيف، لأن المصحف مرتبط بالسيف والسيف مرتبط بالمصحف. تقدر تراجع أقوال هاني السباع النهاردة في تعقيبه وتعليقه على من خلال قناة الشروق، من خلال كذا موقع على الإنترنت، في تعقيبه على مظاهرات اليوم اللي كانوا عايزين يرفعوا فيها المصاحف في مصر. اتفضلي. يعني عايزين بقى نتكلم اكتر عن فلسفة الصعاليق في غزوهم للقبائل، استحلال كل مال القبيلة، حتى انتوا قلتي ان هم كانوا بياخدوا البنات والنساء، يعني يغتصبوا من يغتصبوه ويبيعوا من يبيعوه. واحنا عرضنا قبل كده في حلقة سابقة لو تفتكري فيديو لأحد الشيوخ
وقدمنا الدليل من البداية والنهاية لابن كثير عما فعله محمد في بني قريظة. أيوة. اتفضلي. يعني سبي نساء الآخرين أخي أندرو صار تشريع في قرآن محمد على أنه حق يكفله إله الإسلام لمحمد ورجاله عندما يغزون فيسبون النساء ويستحلون مضاجعتهم أي معاشرتهم جنسيا بنصوص شرعية في القرآن. يعني داعش النهاردة وهم بيقتلوا المشركين بحسب نص سورة التوبة 5 ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، فلو قبلوا الشرط بتاع الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالآية طبعا تشمل أهل الكتاب وغيرهم من المشركين اللي لا بيقيموا الصلاة بمفهومكم ولا بيقطوا حاجة اسمها الزكاة زي المسيحيين واليزيديين في العراق. بالزبط. طيب ستاتهم بقى يتعامل فيهم ايه؟ نشوف القرآن اللي قال لنا عليه الشيخ محمد نصر في الأسبوع الماضي انه محبة وما فيهوش لا زنا ولا اختصاب. نشوف، ارجع للقرآن يا شيخ محمد، سورة الأحزاب 50 بتقول ايه؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. أفاء الله عليك يعني اللي أخدتهم في غنيمة من السبي. الترمذي بيقول في تحفة الأحوازي أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم. والقرطبي كمان بيقول ممن أخذتهم غنيمة من السبي على وجه القهر والغلبة. والقرطبي بيواصل في تفسيره بيقول أحل الله لنبيه ولأمته السراري مطلقا، يعني بصفة مطلقة يعني بالزبط. في أي وقت. طيب يا جماعة انتوا شايفين اللي بيعملوه داعش النهاردة من 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 أخذ البنات المسيحيات واليزيديات بيخرج عن تشريع لهم أبداً. والتسعيرة اللي وضعنا داعش للبنات والكبيرة مش عارف بكذا ألف دينار وهكذا ده كله ده نهج قرآني بحت. في سورة النساء 24 بتقول ايه برضو يا شيخ محمد، اتمنى ان حضرتك تكون سمعنا واكيد عارف الايات، والمحصنات من النساء يعني المتزوجات الا، شوف بقى الاستثناء، الا ما ملكت ايمانكم. انا شوف تفسير الطبري بيقول ايه، ونفس الامر في ابن كثير. اتفضل. الطبري بيقول ايه، وملك اليمين اي السبايا اللواتي فرق بينهن وبين ازواجهن السباء فحللنا لمن صرنا له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي. وعن ابن عباس في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يقول كل امراه لها زوج فهي حرام الا امه ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها. وعن أبي قلابة في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أي ما سبيتم من النساء، إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها فلا بأس أن تطئها. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج فلا تحرم عليك به. ونروح لتفسير أبي الحسن الواحدي النيسابوري وده من أوثق التفسيرات عند الإخوة المسلمين في سبب نزول الآية رقم 24 من سورة النساء قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن البناني قال أخبرنا عن فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس، يوم أوطاس ده اللي هو يوم غزوة حنين، لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. يعني جبريل جاهز يجيب له آيات كده بسرعة في كل المواقف زي ما عيشة قالت له بالضبط. ربك يشرع في هواك. وبرضو في الواحد النيسابوري أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث عن أبي سعيد قال لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا نبي الله، اسمعوا يا جماعة، قلنا
لنا يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ يعني يا نبي الله إحنا لنا سابق معرفة بأزواجهم. فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه. يعني يا رجالة لو ضميركم واجعكم ربنا بعت لكم حقنة مخدر للضمير وبيصرح لكم بهذا، بيقول لكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأخبرنا أيضا أبو مكي الفارسي برضو في تفسير الواحد النيسابوري بيقول عن عيسى بن عمرو: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن أبي علقمة الهاشمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أطاس ولقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يعني اتكسفوا عشان عارفين رجالتهم، عارفين أزواجهم. يعني الناس كانت أكثر رقيا في الأخلاق من تشريع إله القرآن. بالضبط. فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني ما تحرجوش يا جماعة، ما تشيلوش هم أنكم تعرفوا أزواجهم، ده على مسؤولية ربنا. أنت ملك أنت بقى، ده على مسؤولية ربنا. وانا عايز اقول يعني في حديث صحيح ذكره البخاري ومسلم والترمذي عن عورة او لباس الامة، عورة الامة من السرة للركبة كعورة الرجل. بالظبط. عارفين يعني ايه عورة ملكة اليمين؟ والامة يعني الجزء الاعلى تماما من فوق السرة، جزء مكشوف تماما بلا ملابس. مظبوط. لدرجة ان في احد الاحاديث قال لك ان الاماء اللي كان بيمتلكهم عمر بن الخطاب وهم بيخدموا في بيته، يعني اسف في اللفظ، كان يسمع ضرب سديهن وهن يخدمنا، لان الجزء ده عاري عندهم. ده في مصيبة اخرى كبيرة اخي انزل حللها محمد في امر سبي ملكات اليمين. ورد ذكرها في صحيح البخاري في كتاب التوحيد عندما اصاب المسلمون سبايا في غزوة بني المصطلق، ان رجال محمد ارادوا ان يعزلوا عندما يتضاجعون مع هؤلاء النساء، يعزلوا معناها بطريقه ما يمنعوا حدوث حمل مع هؤلاء النساء، يبقى في عازل. فسالوا محمد ان يعزلوا فرفض فكرتهم وقال لهم يمكن ربنا مقدر لنفس ان توجد، يبقى حرام لو انتم عزلتم. يعني مش بس خلاهم ياخدوا زوجات هم بيعرفوا رجالتهم، لا ده كمان ابح لهم في معاشرتهم انهم ينجبوا منهم. يعني انا يعني مش عارفه اعلق اخي انجو، بس انا عايزه اقول ان موضوع يعني ملك اليمين ده سمم افكار المسلمين لدرجه ان الكثيرين من المسلمين بينصحوا بمعاشره ملك اليمين لحفظ النفس من الزنا. وما ده هو ده مش زنا؟ اذا كان الشخص مش قادر ان هو يتجوز او ان هو يعدل بين النساء الحرائر زي ما ورد في سورة النساء 3، إن لم تعدلوا فواحدة. يعني لو مش قادرين تعدلوا بين النساء الحرائر لما تتجوزوهم مع بعض مثنى وثلاث ورباع فواحدة، ولو ما تملاش عينك واحدة في تخيير في الآية، أو ما ملكت أيمانك مطلقا على رأي القرطبي. بالضبط. يعني أنا بس حابب أضيف حاجة صغيرة وأرجع ليك أختلونا، أنه في البداية والنهاية لابن كثير مجلد 5 صفحة 187 لما بيتكلم عن غزوة بني قريظة بيقول كده ابن كثير عن ابن إسحاق، بيقول انه كان الغنائم التي سباها محمد من غزوة بني قريظة حوالي 1000 رأس. شوفوا كلمة رأس دي مش مقصود بها الغنم ولا المعيز، كلمة رأس دي المقصود بها البنات والنساء والأطفال. فكان نصيب محمد بناء على سورة الأنفال الخمس، فالخمس من 1000 رأس يبقى نصيب محمد دي كام؟ 200 رأس. أخذ محمد ما أخذ وأعطى لصحابته وأعطى للنساء جاريات يخدمهن في البيت، ثم أرسل الباقي مع سعيد بن زيد إلى الشام لبيع النساء والأطفال وشراء بثمنهم أسلحة، سيوف وخيول يستخدمها محمد في الغزوات. يعني أنا عايز أطرح سؤال، هل ده تشريع إلهي؟ هل ده فعل شخص ممكن أن نطلق عليه أنه نبي رحمة؟ فضل يقتلون. نشوف فيديو أخي أنجو إزاي نشوف فيديو. كيف ينصح باستحلال ملك اليمين لحفظ النفس من الزنا وكأن ده مش زنا؟
نشوف فيديو رقم 4 بتاع سلوى المطيري النائبة الكويتية، نشوف الناس بتفكر ازاي حول ملكات اليمين. قال لي ان يبي على حسب كلام عبده وجاريه، وانه ما راح يقصر وهذا، وانه بالاسلام محلل هذا الشيء، صحيح كلام هو الرجال ما كذب. فموضوع هذا ذكرني موضوع قديم، يعني موضوع هذا قبل سنتين يمكن. كنت اعمل مع شخص، هذا شخص يعني ما شاء الله لساته شباب، فشنو كان كثير يعني يعرف نساء. دقيت على المفتين في مكه، فقلت لهم عن، وجهت سؤال عن يختص فيه، قلت انه عنده حلال وعنده خير ويعني يحب النساء. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري، يعني قال لي المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دولة مسلمة غازية، دولة مسيحية، او دولة غير ليست على دين الاسلامي، واسرى، يعني لازم يكون اسرى حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين مو حرام، الجواري ليس بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها جسمك كلها إلا وجهها ويدها، أما الجارية من السرة وتحت، يعني تختلف عن جدا عن الحرة. والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا، فقط يشتريها وخلاص، كأنها يعني تزوجها، فتختلف الجارية عن الحرة. طبعا هم كذلك هنا بالكويت سألت ناس مختصين متدينين وهذا، فقالوا لي، يعني قالوا لي صح مشكلة، استغفر الله يا ربي، الرجل الملتزم أو الرجل على دين، يعني مو إلا ملتزم حيل، يعني كل رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير، الحل الوحيد إنه لازم يكون عنده يعني إذا لا يريد أن يأتي نساء بالحرام، يعني إذا كان يعني مبتلى بالفتنة، إنه يعني هذا هو الموضوع، إنه يعني يشتري جواري. فأنا يعني شايفة إنه يعني يا ريت بالكويت يسن قانون، ويعني لهذه الفئة، فئة الناس يعني الجواري. أنا صراحة أتمنى أن يسنون قانون لهذه الفئة، ويفتحون يعني الباب لهذا، مثل ما فتحوا باب الخدم المكاتب وهذا، يفتحون باب الجواري ويسنون قانون صحيح. يعني احنا ما نبي عيالنا يعني يضيعون بالهاوية، استغفر الله يا ربي، اللهم اني اصغر كتب اليك، بالزنا والقذورات هذه. وان شاء الله يا ربي يا كريم خير. وانا الصراحة انا الدول اللي اشوف انها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية. يعني انا عايز اقول قبل ما اترك الفرصة للاخت لونا انها تعلق، نائبة في دولة الكويت في القرن 21 ما زالت تفكر بنفس طريقة العصور الأولى، عصور محمد. رقم واحد بتقول كده أنه دولة مسلمة غازية لدولة على غير دين الإسلامي، يعني هي عندها فكرة أن من حق أي دولة إسلامية أنها تغزو أي دولة طالما لا تتبع دين الإسلام في أي وقت وكيفما يشاء. رقم اتنين، من حق الرجل السوي، الرجل الخير السوي، انه طالما عنده القدرة على ممارسة الجنس ليه ما يكونش عنده ملكات اليمين. وسألت المفتي وسألت شيوخ اخرين اتقياء على حسب تفسيرها، علماء بالدين، قالوا لا الاماء مش حاجة غلط، الدين الاسلامي ما حرموش. فقالت ايه المانع ان الرجل يشتري اماء؟ من سن قانون اماء زي ما سنينا قانون الخدم ومعاملة الخدم، نسن قانون اماء. وانا اشكر الله انكم سمعتم منها التعريف اللي قلناه للحديث الصحيح بتاع محمد لما قال عورة الامة من السر الى الركبة، معناه ان الثديين عند الامة يعني بلا ملابس. بنفكر ازاي؟ محمد كان بيفكر ازاي؟ التصنيف لما بيقولوا الاسلام جه ساوى بين العبد والحر عشان بس محمد اعتق بلال
ولا ابو بكر اشترى بلال. ده عشان كان قوام دوله، ده كان عشان رجاله. لكن المراه، نظره محمد للمراه، نظره محمد لسبي النساء، نظره محمد للامه، نظره محمد من حق الرجل ان يكون له او ما ملكت ايمانكم فانكم غير ملومين، يعني على قدر ما عندك من اموال وتستطيع ان تشتري اماء وملكات يمين وسبي حروب فانك غير، لا يقع عليك اي نوع من اللوم. ان شاء الله يكون عندك 500 واحده في البيت، طالما عندك ملايير من البترول، مليارات من البترول، ما فيش اي مشكله يكون عندك 500 واحده، لان القران شرعه. ودي نائبه في مجلس النواب، واستمعت ايضا لاحد النائبات الكويتيات وهي بتقول كده: نريد تحسين صوره النسل الكويتي ان نحن نفتح باب الاماء الغربيين عشان نحسن المظهر والشكل للشعب الكويتي. اتفضلي يا اخت لونا. كأن المرأة دي مش انسان، مجرد سلعة، مجرد صارت يعني مجرد وسيلة رخيصة لمتعة محمد ورجاله، ومطلقا على رأي القرطبي فيفضل الأمر كده ماشي ومحلل طول الوقت. يعني لولا ان هيئة الأمم المتحدة هي اللي منعت الكلام ده، ولو ان لحد النهاردة هو ساري، بس مش مجالنا في هذه الحلقة. يعني أنا كان بين إيديا فيديو للصور ترجع لبداية القرن العشرين، يعني تقريبا 1910 1915، يعني بداية مع بداية آل سعود، وشفت صور ومظاهر وتسجيلات قديمة لسوق العبيد والإماء. مظبوط. وأنا نتيجة عشان لا أختش حياء المشاهدين رفضت أن أنا أعرض هذا الفيديو، لكن الفيديو كان يوضح إيه؟ يوضح جلوس البنات في السوق بدون ملابس. أيوه. الإماء. أيوه. ده إحنا مش بنتكلم على من 1000 سنة ولا من 500 سنة، إحنا بنتكلم على القرن العشرين. اتفضلي. أيوة. وكل النساء اللي خاصة الجميلات اللي أخذهم محمد من السبي كان ليهم أزواج، زي صفية. من بني النضير لما غزا خيبر وقعت الأول في نصيب دحية، فراحوا المسلمين قالوا له محمد لا دي جميلة جدا، دي أجمل واحدة سابقا. محمد كان واخد واحدة تانية، قال دحية خد 7 وداني، وفعلا اداله بدلها 7 وراح خدها. وصفية دي كان ليها زوج راجل محترم في قومه اللي هو كنانة ابن الربيع. ابن الربيع. محمد سلمه للزبير وبعدين لمحمد ابن مسلمة، عذبوه بمنتهى القسوة قبل ما يقطعوا راسه. عذبوه بمنتهى القسوة عشان يعرفوا منه مكان الكنز بتاع بني النضير، عشان كان عندهم كنز. وبعد ما عرفوا قطعوا راسه بإيد محمود ابن مسلمة، وأخذ زوجته الجميلة واتضجع معاها وأعطاها في نفس الليلة لأم أنس. أم سليمة ديت اللي هي أم أنس قال لها صنعيها لي، خدي زوقيها، يعني زوقيها عشان أنا لنادي ناوي أختصب. أنا أسفة يا شيخ محمد لو حضرتك عندك مصطلح تاني وعايزني أشيل كلمة أختصبها وأحط بدلها كلمة تانية، لو عندك كلمة تانية تنفع قولها لي. ولا أنا لو الشيخ محمد بيسمعنا النهاردة أو بيشاهدنا دلوقتي أو أي أخ من إخواتنا المسلمين كان شيخ أو عالم أو دارس أو أزهري أو أيا كان منهجه الفكري، ارفع سماعة التلفون، ادخل قل لنا من هم ملكات اليمين. ما هو القرآن بيقول هو يعني أنا عايزه هو يجاوب. أهو في الأحزاب 50، أنا عايزه هو يجاوب. وأهو في النساء 3، وأهو في النساء 24، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أنا كمان يعني هتوقف معاك في يعني مثلا صفية اللي هو أخدها دي مش إنسانة ليها مشاعر؟ مش لسه أنت قتل جوزها وأبوها وأخوها؟ يعني أنت عشان تنبسط وتبسط رجالتك يعني ما فيش أي اعتبار حتى لإنسانة حزينة على زوجها وأبوها وأخوها وعمها؟ يعني على رأي ما أنت قلت لعلي في فتح خيبر اللي ما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله ده دمه مش معصوم، أنا أقتله وأخد مراته. بالزبط. ولو لم يتمكنوا من قتل الزوج بحسب كل المراجع والتفاسير طالما ليها زوج في أرض الحرب مراته صارت حل للي سباه. أنا هنا عايزة أسأل يعني كل أخ مشاهد مسلم
من يعني حضرات المشاهدين الذكور، أي راجل عربي فيكم لو شلت محمد من القرن السادس وحطيته النهاردة في القرن الواحد وعشرين؟ أنا عايز أقول كده يعني، اتفضلي. عليك وقال لك أنا رسول من عند ربنا، وعرض عليك ديانة أنت رفضتها، راح واخد بنتك من فراشها ومتأسفة، ومراتك من حضنك وضجعهم، أنا متأسفة، وسبعهم لنفسه ولرجالته، وقال لك ربنا شرع كده، يتقبل ديني يختصب عرضك، موقفك منه إيه؟ يعني لو محمد موجود النهاردة في القرن الواحد وعشرين، عارفين هيكون فين؟ هيكون ورا القضبان بيتحاكم على مئات من جرائم الحرب والاغتصاب اللي قام بيها، ده غير يعني قضايا تانية زي تبادل الزوجات، ده غير قضايا يعني علمية وطبية زي تسميم الناس بشرب بول الإبل وتخطيص الدبان في مشروباتهم زي ما حضرتك قلت. يعني ده دليل على ان القرآن يا جماعة لا يصلح لكل زمان ومكان، ولو كان يصلح لكل زمان ومكان ما كانوش حضرات الشيوخ كتير منهم دلوقتي زي ما قلنا بيشعروا بالخجل امام هذه الايات اللي في زمن محمد وخلفائه كانت مدعاة للعزة وللفخر وللشموخ لخير وأمة أخرجت للناس، لان الاسلام كان بيستمع اليه ولا يستمع لاحد بالزبط. لكن النهاردة لما بدأ الاسلام يسأل والشيوخ خجلانين من هذه الايات فبيحاولوا تبرير موقف إلههم اللي بيتلذذ بإذلال غير المسلمين بطرق متدنية جدا، اللي يقول لك أصل الآية دي كان لها موقف معين أو زمن معين وخلصت، والآية دي جت في الموقف الفلاني والموقف خلاص انتهى. طيب أنا عاوز أقول لو كل الآيات المشينة اللي بتخجلكم النهاردة في القرآن كانت مرتبطة بأحداث في تاريخ الإسلام وانتهت زي ما قالك كده الشيخ مروان بكل جراءة في مناظرته معاك من 4 أسابيع على أولاد إبراهيم إن في آيات أصبحت معطلة، يبقى يا جماعة كتاب القرآن لا يصلح أن يكون دستورا لحياة المسلمين. أنا عايز بس أوضح حاجة يا أختي لونا، كلمة الشيخ مروان وأنا أكن له كل احترام في قصده لكلمة معطلة مش معناه ان اصبحت يعني ليس لها فاعليه، لا هو يقصد معطله لعدم وجود الدوله الاسلاميه في الزمن الحالي اللي تفعل هذا النص، فان وجدت الدوله الاسلاميه لتفعل هذا النص اذن هذه الايه ليست معطله، ده اللي كان يقصده الشيخ مروان. الايات اللي خاصه بالجزيه وملكات اليمين والسبي والنهب والغنائم، عمالين تحاولوا تقنعونا دلوقتي ان دي كان ليها مواقف معينه وخلصت. يبقى اذا لو احنا جمعنا الكثير من الايات خاصه بعد هجره محمد للمدينه، اذا كتاب القران ما يصلحش ان يكون دستور لحياه المسلمين، بل يجب فقط ان هو يدرس باعتباره كتاب تاريخ اسلامي بيحوي احداث تاريخيه حصلت وانتهت بالزبط. وغير سريه المفعول اليوم ولا يحق لاي مسلم انتهاجها كدستور وتعليم. من هنا بقى المفروض ان شيوخ الاسلام سنتهم وشيعتهم يعلنوا ده من فوق المنابر، يا داعش يا بوكو حرام يا قاعدة يا جبهة النصرة يا كل فعاليق القرن الواحد وعشرين اللي تبعتم آيات صعلوقية، أنتم تمارسون آيات انتهت صلاحيتها وصارت تاريخا، دي expired. يعني أنا عايز أقول يا أختي لونا، متأسف لمقاطعتك مرة أخرى، عايز أقول أنا لم أجد شيخ على قناة فضائية يقدم عارف. الدليل على أن ما تفعله داعش ليس هو الإسلام الصحيح، الا كنت تشوف مظاهرات بالظبط، الا بنسف كتيرة. الا بنسف الا القله القليله اللي بتحاول انها تنسف كتاب البخاري او كتاب مسلم او كتب السيره. اين هي المظاهرات اللي طلعت في البلاد الاسلاميه اللي ضد داعش وافعالها من المسلمين؟ لو واحد رسام في الدنمارك او اي بلد رسم صوره كاريكاتير في اي مجله او في اي صحيفه على محمد بتتقلب الدنيا. احنا شفنا المشاهد، شفنا القنصل الامريكي اللي قتل في بنغازي بسبب فيلم لا يتعدى واحنا ضده، لكن فيلم سيء جدا يعني رديء من كل الاتجاهات لا يتعدى حدود الربع ساعة، اتقلبت الدنيا قصرت الدنيا، يعني ابو اسلام وقف في وسط ميدان التحرير امام قرب او بالقرب من السفارة الامريكية يحرق الانجيل أيوة. والكتاب المقدس، قتل القنصل الامريكي، كل الدنيا اتهزت في اندونيسيا في مصر في 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 الضفه في غزه في الاردن في اوروبا في المانيا، المسلمين هاجوا وصالوا وجالوا
في كل ربوع المسكونة والعالم كله تراجع عشان صورة أو فيلم. لكن فين رد فعل المسلمين؟ هل رد فعل المسلمين كلمات إنشائية فقط على بعض الفضائيات اللي بتحاول تحسن صورة الإسلام؟ لا، يعني لما بيرجعوا للمصدر وللتفاسير المعتمدة بيلاقوا ان الكلام ده حقيقة، فما يقدروش ان هم يعلنوا في مظاهرة او في يا جماعة انتوا بتسيئوا للقرآن، يا جماعة انتوا لا، الكلام موجود ومبرهن داخل القرآن، فمش قادرين. عشان كده انا عايز اقول ان يعني داعش وكل الجماعات الإسلامية ما هم الا صناعة قرآنية بحتة، ولحد النهاردة الجماعة دول براءة بيمارسوا إسلامهم وآيات إلههم في القرآن، بما حدش أبدا يقدر يلومهم. أنا شخصيا أرفض بتسميتهم بمتطرفين، دول مسلمين حقيقيين ملتزمين صناعة قرآنية بالزبط. ودول ضحايا قبل ما يكونوا جناح. هم نسيوا حضرات الشيوخ أخي أنجلو إن هم قعدوا يصيحوا من فوق المنابر سنين لابد من عودة الخلافة الإسلامية، ستعود وستحول العالم إلى خلافة إسلامية. طب هي رجعت الخلافة الإسلامية ليه لما شفتوها مفعلة لايف قدامكم في الفيديوهات قدام عينيكم وكده، والسكاكين داعش ماشي على رقاب الناس قدام الكاميرات دلوقتي مكسوفين وبتحاولوا تتبرقوا منهم، ولكن في حدود كده ايه بالراحة يعني. طيب ما هي يعني انا بس عايز، لان جالي سؤال او تعقيب من احد الاخوة اللي دخل سأل سؤال وخرج مرضيش ان هو يدخل على الهوى، اخ اسمه مسعد مش عارف من مصر ولا منين، بيقول بيتهمنا ان احنا بنسب الاسلام ومحمد وبنفتري ونقول أشياء غير موجودة. أخ مسعد في حادثة بني قريظة وبيع محمد للنساء وأخذ ما أخذ وأعطى لصحاباته، من فضلك ارجع لكتاب ابن كثير المجلد رقم 5 صفحة 187 في تفسير سورة التوبة لآية 5 والآية 14 والآية 29، من فضلك ارجع للتفسير العظيم لابن كثير. أنا عرضت الصفحة من شوية، يعني صفحة 12 صفحة 14 صفحة 19 تفسير آية 5 في سورة التوبة. أنا عايزك أنت تقرأ بنفسك، أعتبر أن أنا اللي بقوله ده واللي بتقوله الأخت لونا غير صحيح. من فضلك ارجع الكتاب اهو والصفحات اهي، من فضلك ارجع اقرأ اللي مكتوب هنا، اللي مكتوب هنا وانت تكتشف بنفسك، نحن لا نتكلم إلا الصوت. من فضلك ارجع لتفسير سورة المائدة، ادي ده كتاب ابن كثير، ارجع لتفسير سورة المائدة. من فضلك ارجع للطب النبوي في كتاب البخاري. من فضلك اقرأ حديث أنس بن مالك عن بني عرينة، أهل اللي شربوا أبوال وألبان الإبل. من فضلك ارجع للمائدة تفسير سورة المائدة 34 و33 واقرا بنفسك انت، امسك الورقه واقرا بنفسك الحديث اهو، ما فعله محمد وصحابته عندما قطعوا الايدي والارجل من خلاف، سمروا العيون، نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي لفظ مسلم صحيح مسلم يعني انهم القوا في الحره، الحره اللي هو شمس شديد جدا على الرمل، فجعلوا يستسقون يعني ياخدوا من الرمله او الزلط، وطلبوا الماء فلا يسقون، محدش راضي يسقيهم ميه. وامر محمد ان تسمل يعني تسمر وتتخزق بالمعنى البلدي الدارج بتاعنا، انت مصري فانا بكلمك بالمعنى المصري، تتخزق عيونهم، اعين هؤلاء. مين اللي قال ده؟ لا انا ولا الاخت لونا، ده ابن كثير. هسهل لك الامر، تفسير ابن كثير سوره المائده صفحه 183. أخو مسعد لو رجعت للكتب دي ورجعت لي وما لقيتش الكلام ده، أنا هسيب لك الفرصة كامل على الهواء وأقول لك قول ما تشاء، إن احنا بنكذب بندلس بنخترع بنألف. من فضلك اكتب الأرقام بتاع الصفحات اللي أنا قلتها وارجع ورايا وورا الأخت لونا، فتش، إن لم تجد هذه الأشياء فأنا أقول لك قل فينا ما تشاء، لكن لا تقول الآن ولا تدعي ولا تتهمنا بالكذب وأنت لم تراجع الكتب. أنا أطالبك مرة أخرى أنك تدخل تتصل مرة تانية، وإن كان لديك الكتب وإن كان لديك دليل على أن ما نقوله هو كذب، أنا أطالبك أنك تدخل تكلمنا مرة أخرى. متأسف
استاذنك يا اخت لونا نعرض فيديو للشيخ ميزو وهو مصدوم مما سجله البخاري، عشان برضو نوع من الادله اللي بنقدمها لاخونا مسعد وكل شخص قاعد قدامنا بيقول ايه الكلام اللي بيقولوه الناس دي، الكلام ده افتراء على الاسلام. ده يا جماعه احنا لا بنسب ولا بنقذف ولا بنتهم ولا بنالف، يا جماعه احنا مجرد قارئين للكتب الاسلاميه. ما تفعله الاخت لونا وما افعله هو مجرد قراءه وطرح سؤال. من فضلك عندك جواب ادخل، من فضلك ادخل افيدنا بجوابك. نعرض فيديو بتاع الشيخ محمد نصر رقم 3، وبعد كده نرجع اسيب الاخت لونا تعلق على تليفون الاخ مسعد. عندنا مفخره، هذا الكتاب البخاري اللي على الموقع بتاع الشيخ محمد وانا رديت عليه بيهاجم، مفخره للاسلام والمسلمين. مفخره، ده مسخره. أكمل للاسلام أكمل والمسلمين. اكمل اكمل اتق الله. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم، والله تخرج بالمله لو رديت، لو رديت احاديثه في صحيح البخاري وجبريل منعه. البخاري قال ما تقاطعنيش، هناك قرد وقرد زنوا وتم رجمهم لو سمحت. البخاري قال ان النبي كان مسحور، رغم ان القران قال وقال الذين كفروا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. هرد عليك في الجزئيات. الولد اللي قتل في داعش بتاع مصر الجديده جايب حديث من البخاري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان تعالى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نربأ بذلك، وكأن النبي وحلت لهم الغنائم وحلت خصيصة. النبي خصيصة كان يعمل ويعيش على الغنائم وسلب وقتل الناس. خصيصة في القرآن، خصيصة، خصيصة وتوزيع الأخمس والغنائم. خصيصة حضرتك دلوقتي بالنسبة شوهتم دين بالنسبة الله لهذه الآيات، جعلتهم بالنسبة قطع الرقاب لا تقاطع. يعني ده مجرد رد لاثنين شيوخ، واحد بيحاول لأنه مصدوم مما يحتويه كتاب البخاري وكتب السيرة، بيحاول يجمل الإسلام ويقول البخاري بيتهم. والبخاري يا شيخ محمد ما جابش من عنده، البخاري راوي بناء على التواتر اللي انت بتؤمن بيه، اللي وصل اللي بتقول وصل للقرآن بيه، فانت بتنسف التواتر من خلال رفضك لأحاديث البخاري اللي هو مستند أصلا على رواه عصر محمد. واحد تاني بيقول مكتوب للمحمد احل لكم الغنائم. انا ممكن اطلب من المخرج قبل ما الاخت لونا يعني ترد وتعقب على كلام اخونا مسعد، انا كنت مجهز في الحلقه السابقه غالبا الفيديو موجود، لو تبص في الفيديوهات اللي هي كانت خاصه بالشيخ محمد نصر هنجد فيديو اسمه محمد وبني قريظه، لو جاهز ممكن تعرفوني ونعرضه عشان نفند ال أو نجاوب على اتهامات أخونا مسعد. اتفضلي يا أخت لونا عشان الوقت. يعني في الفيديو اللي حضرتك عرضته دلوقتي الشيخ بيقول محمد كان عايش على الأخماس والغنائم، والكلام ده موجود في صحيح البخاري وفي الكثير من المراجع المعتمدة. والشيخ محمد زعلان وبيقول لا البخاري غلط وبيقول إن جعل رزقي تحت ظل رمحي. طيب يا شيخ محمد يا ريت تقول لنا محمد كان عايش على إيه؟ مش هقول لك بعد ما اتجوز خديجة، هصغر لك المدة شوية، هقول لك في فترة حياته في المدينة كان عايش على إيه، وكان بيصرف على 9 زيجات منين بالظبط. ده مش 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 جعل رزقي تحت، الراجل بيقول لك من التراث المعتمد كان عايش على الاغنام وعلى الاخماس. روح كده لسوره الانفال 41 وحضرتك تشوف ازاي هو بقى قائد للصعاليق وبياخد الخمس. لما نرجع للفتره الجاهليه قبل محمد، عنتر بن شداد كان عايز يبين لمحبوبته عبله ان هو راجل شريف، فبيقول لها هل سالت القوم يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم. تقسيم الغنائم أنا بعف عن المغنم، لكن ده بيقول وأحلت لي الغنائم ولم تحل لغيري. يعني من ضمن الامتيازات اللي ميز بيها إله القرآن محمد عن يعني زي ما بيقولوا بقى عن الأنبياء السابقين، ان احلت لمحمد الغنائم خاصه بيه، وحب الشيخ بيقول لا مش بس الغنائم وحب النساء، ده حديث ايه
فأخ مسعد لو برضو تبص كده في قرآنك في سورة المائدة نفس السورة اللي أخي أنجرو قال لك يا ريت تشوف التفسير بتاعها في سورة المائدة 38 بتقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. أنت راجل عايش أخ مسعد في القرن 21، لو واحد سرق كده تقدر تشوف قدام عينك كده وهم جايبين حاطين إيده تحت المقفلة؟ للأسف للأسف بيحصل يا أخت لولا، للأسف بيحصل في إيران قدام اعين الناس للاسف، وكان الناس مخدرين. يعني هل يعني الايه بتقول ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما نكالا من الله. نكالا من الله يعني القران خلى الاله نفسه مليان غل ورغبه في الانتقام، اللي يسرق قطع ايديه وينسب الحكم ده لربنا. عارف يا اخ مسعد الاله الحق اللي قبل القران بست قرون قال في كتابه عن السارق التائب لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يعمل الصالح بيديه. نفس الايدين اللي كان بيسرق بيها لما يتوب يعمل بيها الصالح. لما تيجي انت تقطع ايديه افرض في يوم حب يتوب وانت خلاص قطعت ايديه يشتغل ازاي؟ هي الخطية اساسا في ايده ولا في ذهنه وقلبه اللي محتاج يتوب؟ عالج الانسان من جوه، عالج الانسان ويتجددوا ذهنه وقلبه. في ناس النهاردة يا اخ مسعد بيسرقوا على الانترنت مش بايديهم بطريقة مباشرة. يعني وسرقة النظرات والسرقة الفكرية والذهنية ونسب اقوال لناس اخدها لي. يعني محمد تشرب هذه النرجسية من رجاله الصعاليق. يعني خليت المسلمين يفهموا ربنا غلط. انت عارف ان ربنا عارف كويس ان احنا كلنا بشر ضعاف وبيدينا فرص للتوبة لانه اله محبة زي ما قال الشيخ محمد الاسبوع اللي فات ده اله محبة. طيب ممكن يحول هذه الاعضاء اللي انتوا بتقطعوها في إقامة الحدود القرآنية إلى أعضاء مقدسة لتمجيد اسمه، لكن أنت أولاً بتعاقبه وبتنتقم منه وما بتقدملوش أي حل يوصل بيه ربنا ويدخله السماء، يبقى إيه أساساً فايدة الشرائع بتاعتك؟ تقدروا تقولوا لنا؟ وهل معنى إن أنا خوفته وقطعت إيده، هل أنا حليت المشكلة؟ لأن الخطيئة مش في إيده أساساً. بالظبط. بالظبط. يعني خلينا بس أعرض فيديو آخر محمد وبني قريظة نشوف الشيخ عشان بس أخونا مسعد يطمئن قلبه أننا لم نتكلم من أنفسنا لكن ما يقولوا شيوخ المسلمين. نعرض الفيديو واستسمحهم برضو في فيديو آخر لو يجهزوه أو فيديوهين، في فيديو اسمه الحوين وغزو البلاد وفي فيديو اسمه بول البعير لأحد الشيوخ يجهزوهم عشان فيما بعد يعني لو عندنا وقت نقدر نقدمهم كأدلة دامغة لكل من يقول أننا نؤلف. ناخد الفيديو الأولاني نشوفه. لما جاءه جبريل بعد رجوع الأحزاب من قريش وغطفان إلى ديارهم وقال يا محمد أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال فإن لم نضع السلاح بعد، إن الله يأمرك أن تخرج لقتال بني قريظة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وضرب عليهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال والأرض. وفعلا تم تنفيذ الأمر وقتلت المقاتلة وسبيت النساء والذرية وقسمت الأموال والأرض والنخيل والحمد لله رب العالمين. وعزل النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، خمس الغنائم، كان السبج 1000 من النساء والذرية، 1000 من النساء والذرية، فالخمس من النساء والذرية 200، هذا الخمس يعزل. فينفق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخمس على نفسه وأهل بيته وآله عليه الصلاة والسلام، وينفق منه على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وابن السبيل، وينفق منه أيضا في سبيل الله عز وجل 200 رأس سواء من النساء أو من الذرية.
اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من المئتين ريحانة بنت زيد، كانت متزوجة في بني النضير، وسبيت أصبحت سبية وأصبحت رقيقة مملوكة ملك يمين عبدة. اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليها الإسلام، فأبت إلا اليهودية، تمسكت باليهودية، فعزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عزلها عن الاختلاط بالآخرين طالما أنها تمسكت باليهودية. بقيت بقية من الغنائم، نسبة 200 رأس. لما النبي اصطفى لنفسه ريحانة ويدي لكل واحدة من النساء الحاضرات يعني من السبي، ياخدوا 7، فضل لسه بقية 200، عدد كبير جدا، والنبي يعطي هذا يعطي هذا، بقيت بقية. فباعهن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من السبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد ابن عبادة إلى الشام، إلى الشام هياخذ بعض اليهوديات من النساء والأطفال وهيبيعهم في الشام، يشتريهم بقى هناك يهود زيهم أو مشركين، ويشتري بالثمن خيلا وسلاحا. وبعض السبي النبي أرسل به سعد بن زيد، غير سعد بن عبادة، سعد بن زيد أنصاري من بني الأشهر أيضا قوم سعد بن معاذ، النبي أرسل سعد بن زيد إلى نجد، فباع بعض اليهوديات مع بعض الأولاد للمشركين، هم اللي زي بعض، دول كفار ودول كفار، فباعهن للمشركين واشترى بالثمن خيلا وسلاحا. المسلمين يتقوا بهذا السلاح. يعني هرجع للأخت لونا، لكن أنا بطالب أخونا مسعد أو أي أخ مسلم بيشوفنا، من فضلك ادخل جاوب علينا، هل الإنسان أصبح يتعد ويقول لك بقى عنده 200 رأس، النساء والأطفال بقوا بالروس يتعدوا، وأخذ ما أخذ وأعطى ما أعطى وهذا ما هذا، واستحل النفس وعزل لنفسه، وبعد ما عجبتوش ريحانة بنت زيد راح جايب صفية؟ يعني الكلام ده مش كلام الشيخ على فكرة، ده كلام ده موجود في البداية والنهاية لابن كثير مجلد 5 وصفحة 187. وعايز أقول على حاجة تاني قبل ما أترك التعليق والفرصة كاملة لأختنا لونا، أنه رجال محمد كان بيعملوا إيه؟ كانوا بيعروا الشخص ويشوفوا، والكلام ده موجود في ابن كثير لفظا حرفيا، يشوفوا هل الشخص أنبت له شعر، يعني في منطقة العورة، يشوف الشخص كده هل أنبت له شعر، مجرد أن يلوق الشخص أنبت له شعر في منطقة العورة يقتلوه، لا يتركون إلا من لم ينبت له شعر. هذا هو يا أخ مسعد نبي الرحمة، هل لك من تعليق؟ هل عندك جواب؟ أتمنى أسمع جوابك أو أسمع أي جواب من أي شيخ. فضل يا أخت لونا. ايوه، هو ده الفئه اللي بيسموها المقاتله، المقاتله اللي هو الشخص اول ما يدخل في مرحله البلوغ وممكن يبدا يبتدوا تدريبه على حمل السيف والمقاتله دوت يقتلوه، فلازم يقتلوا المقاتله من في اي غزوه كانوا بيقوموا بها، يقتلوا المقاتله اللي هم الاشخاص اللي ممكن يبتدي تدريبهم على حمل السيف والقيام بالحرب. طيب، من ضمن فلسفه الصعاليق وهي فرض الإتاوات، أيوه، مقابل عدم سفك الدماء أو قطع اليدين أو قطع الطرق، من ضمن فلسفة الصعاليق السلب، ده بيفكرنا بيه أخت لونا. يعني ده في فلسفة الصعاليق أخي أنجو، فرض الإتاوات العالية كان على الأغنياء أساسا، اللي هم كانوا بيحقدوا عليهم الصعاليق
فكانوا بيفرضوا عليهم إتاوات عالية عشان يأمنوا على حياتهم وعدم قطع الطرق عليهم وقتلهم. وده تطور في إسلام محمد إلى فرض الجزية على كل من لا يقبل الإسلام عشان يأمن على رقبته ويضمن عدم سفك دمه. هل الجزية زي ما قال الشيخ محمد عبد الله ناصر هي تعني الجزاء، لكن هل الجزاء اللي فسره بطريقة يعني أنا بصراحة أول مرة في حياتي يعني عندي عديت 44 سنة أول مرة في حياتي أقرأ أو أسمع تفسير كما فسره الشيخ محمد عبد الله ناصر، يعني يقول لك إن الجزاء معناه إن السلطات الأمنية تقبض على القاتل أو اللص وتعاقبه. ده تفسيره الشخصي أخي أنجو. طب اتفضلي. يعني المسلمين كانوا بيستفيدوا كثيرا من أموال أهل الكتاب من خلال التجارة في مكة، زي ما حضرتك أوردت من 4 أسابيع في مناظرتك مع الشيخ مروان على أولاد إبراهيم. وبعدين جه في سنة 9 هجرية محمد جاءهم بسورة التوبة تحرم على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين دخول المسجد الحرام. وطرد المشركون كما يعني يسميهم المسلمين من مكة. وكان المسلمين بيكسبوا أموال كتيرة من أموال من الأموال من تجارة المشركين في مكة. التوبة 28 أيوة محمد راح جاي لهم بطريقة كسب جديدة زي ما حضرتك بتقول في التوبة 28 اللي هي إيه بقى؟ اللي هي فداء أعناقهم بالجزية. ففرضت الجزية على أهل الكتاب في سورة التوبة 29 يعطونها عن يد وهم صاغرون تعويضا عما كان يربحه المسلمون من أموال من تجارة أهل الكتاب في مكة. للتذكرة خليني يا أخي أنجو يعني أأكد على النقطة واللي برضو حضرتك طرحتها قبل كده في مناظرتك مع الشيخ مروان عشان تكتمل الأفكار عن خلفية فلسفة محمد الصعلوقية مع غير المسلمين. هقرأ سورة التوبة 28 وبعدين التوبة 29 عشان نسلط الضوء على فلسفة وموجود بين إيدي التفسير يعني عشان بس يعني كل شخص يطمئن قلبه إن احنا مش بنقول كلام في تزويد يعني. اتفضل. مظبوط. فالتوبة 28 بتقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو عام 9 هجرية اللي محمد جاب لهم فيه سورة التوبة. وهو مات سنة 11 هجرية قبل ما يموت بسنتين تقريبا. يعني تشريع لاغي لكل اللي قبله بعد ما تثبتت الأرض تحت رجليه في المدينة. فقال ايه بقى؟ غير المسلمين دول انجسوا ما يدخلوش هنا تاني. ومحدش يطلع يقول لنا لا ده القرآن بيقول لا اكراه في الدين، لان لا اكراه في الدين دي يا جماعة في سورة البقرة. سورة البقرة بحسب ترتيب ما يسمونه بالنزول سورة رقم 87، لكن جت سورة التوبة بقى اللي هي سورة رقم 113 قالت ايه؟ قالت لا في اكراه في الدين، يا اما تفدي رقبتك بالجزية يا اما تسلم يا اما تموت. فقصة لا إكراه في الدين دي انتهت في سنة 9 هجرية. نكمل الآية. كمل الآية. فضل. وإن خفتم عائلة يعني إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يعني إن خفتم تفتقروا سوف يغنيكم الله. قال الطبري في تفسيره بالجزية، لذلك شرعت التوبة 29 والتي يقول نصها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو طبعا الإسلام من الذين أوتوا الكتاب. طبعا كل أهل الكتاب لا يدينون دين الحق لأنهم لا بيقيموا الصلاة بمفهومكم ولا بيؤتوا حاجة اسمها الزكاة بحسب التوبة 5، فحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الكتاب دول مشركين ونجس وممنوع يقربوا المسجد الحرام بعد عام 9 بالضبط. أنا بس حابب أقرأ حاجة لتوثيق الكلام في تفسير ابن كثير اللي عرضته قدامكم صفحة 18 في تفسير سورة التوبة أو براء، بيقول كده عن ابن إسحاق: ذلك أن الناس قالوا لمحمد اللي هم المسلمين الجدد قالوا محمد لتقطعن عنا الأسواق، الأسواق هتقف ولتهلكن التجارة وليذهب عنا ما كنا نصيب فيه من المرافق، فأنزل الله إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إلى قوله وهم صاغرون هذا عوضا ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق
فعوضهم الله مما قطع من أمر المشركين ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. رواه أيضا ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. يعني هستأذنك ناخد تليفون من أخونا أبو محمد العراق. ألو ألو طيب ناخد تليفون من بنت الرب. الو ايوه اتفضلي. سلام يا اخ اندرو. سلام يا اخت لونا. الله يسلمك ربنا يبارك. انا بحب البرنامج بتاعك جدا على فكره، وانا شفت حتى الفيديو اللي عرضته من شويه بتاع الشيخ اللي لابس رمادي ده، انا نسيت اسمه ايه. شفته في الحلقه، حتى شفتها الساعه 4 الصبح في الاعاده، كانت اللي هو الاخ حسن اعتقد اللي اتحول من السلفيه للالحاد. احمد فرقان. لا دي كانت اكتر من رائعه. اشكرك. يعني تفوق الرائعة. اسم الصليب عليك يا أخ أندرو. رب يسوع يباركك يا رب. أنت إنسان ممتاز. ربنا يبارك. أكثر من ممتاز. تفضلي. المهم أنا عايزة أقول لإخواتنا المسلمين، أولاً إحنا بنحبكوا جداً وبنصلي لكم على طول، ونفسنا ربنا ينور عينيكم. يا جماعة think about it، فكروا فيها شوية. وأنت واقف على السجادة بتصلي أو واقف في الجامع بتصلي، قل له يا رب اعلن ذاتك ومجدك. قل له يا رب اكشف لي عنك انت مين. يا جماعة مفيش such a دين such a يعني ديانة اسمها الاسلام، لانه المتجسد اله. الرب يسوع على الصليب قال قد اكمل. امين. قد أمين. اكمل. أمين. وقال اللي هيجي بعدي انبياء كذبة. think about it. محمد is not prophet. مفيش ديانة الا اليهودية والمسيحية. ما فيش نبي يتجوز 44 سيدة. ما فيش نبي يقهر طفولة عائشة اللي هي 9 سنوات قدمت له تمر اشتهاها وتزوجها بعرائسها. وكان I'm sorry to say loves ده، يعني أنا أسفة أن أقول أنه يفقزها. What is that؟ هو كان فاضل الوحي الإلهي ولا الوحل باللام النسائي؟ يعني الكلمتين يعني مش هنقول الوحي الالهي رساله سماويه ديانه مباركه. يعني عندنا في الانجيل يا اخ اندرو بيقول ايه؟ اما المتزوجه فتهتم فيما يرضي رجلها، وغير المتزوجه تهتم فيما يرضي الرب. البطريرك عندنا راجل راهب ما عندوش اولاد ولا متزوج، لانك انت لو متزوج وفتح بيت هتهتم بزوجتك واولادك. ده اتجوز 44 سيده. How come إن هو يكون بروفيت يا جماعة؟ think about it. المسيح إله متجسد. روحوا القدس في سبت النور وشوفوا النور اللي خارج من قبره. الناس بتحضن النور ده وما بتتحرقش. روحوا شوفوا العذراء لما ظهرت على قبة الزيتون. روحوا شوفوا المسيح لما قوم العظم من الموت بعد 4 أيام قد أنتن. مين له السلطة يقوم الميت غير إله؟ مين له السلطة يدي البصر للأعمى غير إله؟ المسيح ربنا يا جماعة. ما فيش ديانة اسمها الإسلام. صلي على السجادة وقول له اكشف لي نفسك يا رب. أمين. قل لي إن كنت أنت المسيح، قل لي أنت مين، عرفني نفسك. ما فيش نبي يتجوز 44 سيدة. أشكرك يا. أشكرك جدا، ربنا يباركك وأضم صوتي معاك وأتفق 100% حيث أنت موجود وبالطريقة اللي بتصلي بيها. ضيف جملة صغيرة قالتها أختنا وبنقولها باستمرار، قل له يا رب أنت مين وأنت فين. تفضلي يا اختي لونا. الو الو سامعني يا اخي انجو؟ اتفضلي. كان في اتفضلي. يعني استكمالا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها بخصوص موضوع الجزيه اللي اتفرض على اعناق اهل الكتاب، ولان دي من الايات طبعا المخجله. لما دخل قدامك الشيخ مروان في مناظرتكم من 4 أسابيع على اولاد ابراهيم، وده شيخ سني راوغ طبعا في مفهوم الآية، وقال لك إن المقصود باللي انطردوا من المسجد الحرام دول مش مقصود بيهم أهل الكتاب، دول الوثنيين لأنهم كانوا ما بيحترموش مكة ولا الحج، في حين إن التاريخ بيثبت إن الوثنيين كانوا بيحترموا مكة ومقدساتها أكتر بكتير من اللي تبع محمد، لأن الحج كان موجود أصلا. أيوة، لأن إحنا لمسنا ده جيدا في أشعار الوثنيين. وإحنا بنتكلم عن علاقة الشعر الجاهلي بالقرآن، أو علاقة القرآن بالشعر الجاهلي. إزاي الناس دولت كانوا بيقدسوا مكة والحج وعمرهم
ما أهانوا مقدسات مكة زي ما أهانها أتباع محمد. دول المسلمين ضربوا الكعبة مرتين بالمنجنيق ودشدشوها وهم بيتخانقوا على كرسي الخلافة. في عهد الحجاج بن اسماعيل تاني بالظبط، في عهد الحجاج مظبوط، واتفض بقارة 1000 عذراء مسلمة جوه مكة وهم بيتخانقوا على كرسي الخلافة. فالوثنيين لم يتفعلقوا على حساب مقدسات مكة ولا البيت العتيق، ما عملوهاش أبدا بزرق. بل كانوا يبجلون مكة ويحترمون مقدسات. وبعد كده راح دخل لك شيخ شيعي وهو الدكتور جعفر الحكيم وقال لك لا لا، المقصود بالكلام ده جماعة كانوا على خلاف مع النبي اسمهم الغساسنة ولا يقصد بها أهل الكتاب، وحسن مذهبه على حساب المذهب السني وقال ان عمر بن الخطاب هو المسؤول عن تطبيق الآية على كل اهل الكتاب وده امر مشين ومعرفش ايه. لكن الكلام ده برضو الدكتور جعفر قاله بيتنافى مع التفاسير الشيعية المعتمدة ومش موثق تاريخيا. فالشيخ مروان والشيخ جعفر عابوا على داعش في حين ان داعش مسلمين حقيقيين طبقوا آيات القرآن بكل إخلاص. أنا عايزة أقول للأحباء المشاهدين السنة والشيعة إن بحسب تفاسير الفرقتين إلهكم شرع الذل والصغار على أهل الكتاب، طردوا واحتقروا وكان عليهم فداء أعناقهم بالجزية. ألو؟ أنا معاكي، تفضلي. سامعني. كان عليهم إن هم يفدوا أعناقهم بالجزية بالظبط، فإما ينضموا للإسلام أو يفدوا أعناقهم بالجزية. والمشاهد كانت واضحة قدام الجميع. مظبوط. وأنا بقدم النقطة دي برضو ردا على كلام الشيخ محمد نصر في الأسبوع الماضي اللي قال إن أهل الكتاب مش مشركين، وده بيتنافى مع قرآنك يا شيخ محمد في التوبة 5 و28 و29. وأنا هقدم القليل بحسب ما الوقت يسمح من تفاسير الشيعة والسنة للتأكيد على مفهوم الجزية. للأسف يعني ممكن نستكمل الموضوع في حلقة أخرى لأن قدامنا أمين. يعني حوالي 5 دقائق. لكن ايضا جالي يعني رساله من احد الاحبه من اخواتنا المسلمين بيقول هو رجل صاحب بيزنس وبيشغل ناس مسيحيين، بيقول يا جماعه احنا بنحبكم ليه بتقولوا الكلام ده. انا بشكرك جدا لاجل محبتك وبشكرك لاجل سؤالك ليه الكلام ده. عايز اقول واكيد بتتفق معايا الاخت لونا وكل الموجودين، يا جماعه احنا مش بنسيء لدين، يا جماعة احنا مش بنألف، يا جماعة احنا مش بنخترع تفاسير، يا جماعة انا لم اذهب اليوم الى مطبعة وطبعت هذا الكتاب ولم املي الشيخ اللي قال الكلام ده عشان يطلع يقوله. يا جماعة ده اللي موجود في كتب السلف، ده اللي موجود في كتب التفاسير القديمة. ان احنا نحب بعض ده شيء اخلاقي جيد جدا وضعه الله في داخل الانسانية بما يسمى ويعرف بالقانون الأخلاقي اللي وضع الله جوه الإنسان. كون حضرتك إنك شغل مسيحيين وتحبهم ده شيء على العين وعلى الرأس، ده شيء ينبع لإنسانيتك. لكن كون إنه نرفض إن نقف بجرأة قدام الكلام ده ونطرح فيه الأسئلة، يعني ده هنفضل نخدر نفسنا لإمتى؟ هنفضل نقول الوحدة الوطنية وبلاش فتنة وبلاش. في قضية مهمة أخي أنا عايز أقولها لك بكل صدق النهاردة، ما الغرض من البرنامج، الغرض من القناة، الغرض من طرح والأفكار والأسئلة اللي بتقدمها أختنا لونا، الغرض من المداخلة السابقة، الغرض حاجة واحدة، إن في طريق اسمه طريق الخلاص الله صنعه من خلال موت المسيح الكفاري على الصليب لأجل كل العالم. أخي المسلم، أخونا صاحب البيزنس اللي دخل، أخونا مسعد، كل أخ مسلم بيشاهدنا، يا جماعة في قضية مهمة جدا، مش بس مسألة الكتب وما تحتويه الكتب، صدقوني قضية أهم بكتير جدا، قضية أين ستقضي في الأبدية، أين هو مصيرك في الأبدية. الله رسم طريق للخلاص بشخص واحد اسمه المسيح يسوع كلمة الله الأزلي ابن الله الوحيد. بدون المسيح لا تعصب لديانة ولا تعصب لفكر ولا تعصب لمبدأ، لكن تقديم حق كامل موضوع وواضح وناصع في الإنجيل اسمه ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر أعطي تحت السماء بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا شخص الرب يسوع المسيح. ده اللي عايز أوصله لك، أي يسوع بيحبك وإحنا بنحبك والجميع يحبونك. يا جماعة القضية ليست مع المسلمين، لكن القضية مع الإسلام وكتب الإسلام، قضية مع إبليس ومملكة إبليس، قضية
نحن نسعى بجد وبمجهود وبكل طاقتنا أن نوصلك للنور، لرسالة النور. أنا بشكرك أخت لونا، متأسف خدت الوقت، لكن كان لازم نوضح الصورة دي. أصلي من كل قلبي لك أخي العزيز، لأخونا مسعد، لكل شخص بيشاهدنا، أخونا أبو محمد اللي دخل من العراق ولم نستطع أن نأخذ مكالمته، لكل شخص كان دخل أو سأل أو يتفرج أو متضايق من اللي بيسمعه. يا جماعة القضية مش معك، مشكلتنا مش معك، احنا نحبك. الله بيحب الإنسان لذاته، لنفسه، لشخصه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الغرض كشف بعض الأمور اللي ربما لسبب ضيق الوقت أو نقصان التعليم أو لم تتوقف أمام الكلمات اللي موجودة في كتب السيرة والسنة. أصلي من كل قلبي أنك تتجاوب مع يد الرب الممدودة ليك بالمصالحة والسلام. الله بيحبك بطريقة شخصية، يحبك أنت بطريقة شخصية، والرب صنع ليك طريق للإنقاذ والخلاص. من فضلك صلي معايا، صلي معايا الصلاة دي في آخر لحظات في الحلقة. مش من الصدفة أن الرب يسمح أنك تكون موجود على الحلقة، لكن بقصد سمح الرب أنك تسمع الكلام ده وأنك تتساءل إيه اللي بيحصل. قل يا رب يسوع المسيح، أنا بشكرك لأنك بتحبني. يا الله شكرا لأنك صنعت لي طريق للخلاص. يا الله اكشف لي ذاتك وعرفني أين هو طريق الحق. اكشف عن عيني لأرى طريق الخلاص، لكي يا رب لا أذهب بإرادتي إلى طريق جهنم، لكن لكي يا رب أتمتع بالعلاقة معك وأرث الخلاص الذي أعددت وصنعته من خلال شخص المسيح. أمين. أصلي أن تكون الكلمات دي لمست قلبك وجعلتك تفكر بجدية عن مصيرك الأبدي. ربنا يباركك أخت لونا، ربنا يباركوا جميعا. بعتذر للي ما قدرناش ناخد تليفوناته، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، على وعد مع الأخت لونا أن نتابع موضوع ارتباط استراتيجية الحروب والغزوات في الإسلام وارتباطها بالفكر الصعليق في حلقة سوف ترتب فيما بعد. أشكرك جدا وربنا معكم. مش كافر أنا مش كافر لأنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر بإله واحد، إيماني واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني، مش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير، أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر.